طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم السبت 25 يوليو 2020، ويسرنا ويسعدنا أنه نبدأ سلسلة جديدة من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية في السودان، الواقع والطموحات المستقبلية. هتقدم لنا الجلسة دي الباشمهندس سهى إبراهيم عبد الرحيم. باشمهندس سهى مدير قسم متابعة تنفيذ التطبيقات الحكومية بإدارة النظم والتطبيقات بالمركز القومي للمعلومات. مرحبا بك يا باشمهندس سهى، ونحن سعيدين جدا بانه يعني تكيك ستارت السلسله دي ان شاء الله معاك. مرحبا بك. مرحبا بك باشمهندس، مرحبا بك دكتور انور. السلام عليكم الاخوه الكرام في المبادره بتاعه الباحثين السودانيين. بحييكم من المركز القومي للمعلومات، ابو الحكومه الالكترونيه في السودان ان شاء الله. ممتاز جدا جدا. احنا والله صراحه اكسايتد جدا انه نعرف عن الحكومه الالكترونيه، لانه احنا الحكومه العاديه دي ما عارفينها وين. فالليله ده نشوف الاي حمدوك، الاي جوفرمنت في السودان، وهل في خدمات شغاله والى اخره. فدايرين نعرف الكلام ده كله منك بالتفصيل، وهنفتح المجال للاسئله والاجوبه ان شاء الله للناس الموجودين معانا هنا في الجلسه بتاع الزوم. الجلسه بتاع الزوم يا اخواننا كانت بالتسجيل، و الناس المتابعين عبر الفيسبوك برضو ممكن بالتعليقات، لو في ناس دايرين ينضموا من الفيسبوك لهنا ممكن نحط لهم اللينك برضو بتاع الجلسة. فأعتقد عندك يا باشمهندس عندك برزنتيشن، مش كده؟ أكيد. أيوة نعم، تمام. عندنا PowerPoint presentation، هو بس بيعرف الناس بالمشروعات بتاعت الحكومة الإلكترونية المخطط لها عموما، والأشياء اللي تم إنجازها والخطوات اللي ماشيين عليها الناس. طيب، ظهر لك الشاشة؟ أيوة نعم. الحكومة الإلكترونية في السودان، الواقع والطموحات المستقبلية. داير أشير لحتة مهمة جدا في البرزنتيشن، إنه يا جماعة نحن من منطلق موظفي أو منتسبي المركز القومي للمعلومات، هو الجهة اللي بتقوم على أمر الحكومة الإلكترونية بنص القانون اللي كان تم إجازته في العام 2010. الحكومة الإلكترونية يا دكتور أنور والإخوة الكرام هي استغلال أمثل للموارد بتاعت قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عشان نقدم بها خدمات للمواطنين أو للحكومة أو للقطاع الخاص بصورة سلسة وفعالة وسهلة، تحسينا للكفاءة بتاعة الأداء الحكومي. يعني نحن بنرفع جودة الخدمات الحكومية اللي بنقدمها للمواطنين ولغير المواطنين، بننشد من كده إنه نقلل الجهد، نوفر الزمن، الزول يقدر يعمل إجراءاته من أي موقع إن كان بسهولة ويسر. فده الفهم بصورة مبسطة جدا للحكومة الإلكترونية هي شنو. دي الحاجة المفروض نتفق عليها، انه الحكومه الالكترونيه هي بتتكلم عن كفاءه وعن فعاليه. الحاجات اللي ارتكزت عليها الخطه الموجهه للحكومه الالكترونيه منذ العام 2016 وحتى العام 2022 ارتكزت على بعض الخطوات او بعض الاهداف الاستراتيجيه بتعتبر، اللي هي انه نعتبر انه جوده الخدمه هي الاساس ونحسن فيها ونمشي في الموضوع ده بخطوات واسعه بمشاريع كبيره. تطوير كفاءه الاعمال الحكوميه بحيث انه اي موظف موجود في حكومه السودان يقدر يقدم الاعمال بتاعته بصوره كفأه وسريعه. ده كله بنعززه بالثقه والموثوقيه في اداء الاعمال الالكترونيه. يعني نقدر المواطن يكون واثق تماما وهو بيطلب اجراء لخدمه الكترونيه من القنوات بتاعه طلب الخدمه وادائها وتقديم اليه. برضو ارتكزنا في خطتنا دي على انه لازم الحاجه دي يكون فيها مشاريع للحوكمه للشفافيه للمشاركه المجتمعيه،
بحيث انه المواطن يكون فاعل في صناعه القرار نفسه. عندنا واحد من الاهداف الاساسيه انه نحن ناشدين الرياده في مجال باشمهندس سهى لو ممكن الحكومه تعدل الالكترونيه. الكاميرا لانه ما شايفينك. طيب لو انت بس في حته دي كده بيكون ظاهره. تمام كده اوكي كويس تمام تمام. عندنا محاور استراتيجية للحكومة الإلكترونية، الإتاحة والوصول للخدمات الإلكترونية. يعني أي مواطن عايز أي خدمة يقدر يصليها بطريقة سهلة وسريعة ويقدر يعملها حتى لو هو في بيته. تطوير وتحسين كفاءة الأعمال الحكومية، نعزز الأمن والحماية للأعمال الحكومية عموما، نوفر أطر تنظيمية تشريعية مصحوبة بسياسات ومعايير ومؤشرات عشان نقيم بها الأداء نفسه. يمكن في البرزنتيشن على أقصى الشمال في مجموعة من المشروعات أنا رصدتها بترتيب بتاع أولويات. مشروع بوابة حكومة السودان الإلكترونية وبوابات إلكترونية متخصصة، ودي هنا المقصود بها الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، الزراعة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك من البوابات المتخصصة. البوابات هي المنافذ بتاع تقديم الخدمات نفسها، مراكز تقديم الخدمات الإلكترونية، وده مشروع كبير بيتكلم عن مجموعة من المراكز بتقدم الخدمة وبتساعد على أداء تقديم الخدمة. يعني هي كول سنترز ومراكز اونلاين ومراكز اوفلاين. حتى المواطن اذا ما قدر يعمل الخدمه بتاعته من اللابتوب بتاعه او من جهازه او من تليفونه، يستطيع انه يمشي لاقرب مركز بتاع خدمه ويعمل خدمته سريع جدا. مشروع تعزيز الوجود الحكومي على الانترنت، وانتم زي ما شايفين المواقع الحكوميه على الانترنت والوجود بتاعه والكونتنت بتاعه وما إلى ذلك من عدد من التبعات، وده مشروع كبير جدا. قاصدين إنه نظهر الوجود الحكومي السوداني على الإنترنت بصورة واضحة. مشروع مراكز البيانات، وهنا بنتكلم عن الديتا سنترز المختلفة، السنتر الحكومي اللي هو ممكن لاحقا تعرفوا إنه في داتا سنتر موجود اتبنى لخدمة الحكومة السودانية، والداتا سنتر الكلاود داتا سنتر اللي هو تحت الانشاء، والمراكز اللي تحت الداتا سنتر الثانيه الموجوده في السودان وعلاقتها بالحكومه الالكترونيه. مشروع مركز المعلومات التشاركيه ده، واللي هو مشروع كبير مقصود منه كيف تشير المعلومات او تشير النولج بتاعت الناس عموما. جواه عدد من المشروعات، الفكره فيه انه كل جهه حكوميه بتتشارك يا نوع من المعلومات مع جهات أخرى عشان تشتغل الخدمة الإلكترونية في زمن وجيز جدا، عشان المواطن ما يحس بأنه هو زار أكثر من مؤسسة حكومية. عندنا مشروع بنية المفتاح العمومي، وده واحد من المشروعات اللي بتخدم الموثوقية والثقة في الأعمال الإلكترونية، ومشروع مشى برضه خطوات كبيرة. المقصود إنه التوقيع الالكتروني وكيف انه بندي الروتس بتاعه السيجنتشرنج بتاعه المفتاح العمومي وما الى ذلك. انشئت السلطه القوميه للمصادقه الالكترونيه، ودي واحد جزء كبير من المطلوبات كان بتاع مشروع البنيه المفتاح العمومي. عندنا مشروع منصه الخدمات على الهاتف، وده بنقصد انه نحن نقدم كل الخدمات اللي بيطلبها المواطن او صاحب العمل أو موظف الحكومة نفسه، كيف يطلب خدمة إلكترونية على الموبايل ووصله الدليفري بتاع الخدمة على الموبايل. يعني هي الخدمات على الموبايل. مشروع إدارة المعلومات المالية أو إدارة المعلومات المالي المتكامل، وده اسمه فارس، مشروع كبير بيندير به النظم المالية موجودة في وزارة المالية. مشروع نظام الضرائب، ويمكن بيتكلم عن أكثر من مشروع اللي حاليا أنجز منهم مشروعين، اللي هو النظام الأساسي للضريبة والفوترة، نظام الفوترة الضريبية. عندنا مشروع نظام حوسبة عمليات الإدارة الجمركية، ويمكن الجمارك واحدة من الجهات اللي مشت خطوات كبيرة في حوسبة بعض العمليات فيها. بعدها مشروع مركز أمن المعلومات الحكومي
وفي القائمة مشروع مقسم الإنترنت السوداني اللي هو ده بيدخل لنا البروفيت بتاع كل الستيك هولدرز بتاعنا أو شركائنا في عملية تقديم الخدمات اللي هم مقدمي الخدمات، سواء كانوا شركات الاتصالات الموجودين الآن. حاليا عندنا شبكة الجامعات السودانية كونكتد في البوديك، بالإضافة للأربع الأوبريتر السوداني وزين وام تي ان وقنار بيتشي سيل، الداتا سنتر الحكومي نفسه. فالمشروع مشينا فيه برضو خطوات لقدام، دايرين نحفظ الحركة بتاعة البيانات داخل السودان. دي سلسلة من المشروعات. في بعدها في يمكن في السلايد اللي بعدها هتلاقينا كمية من المشروعات المهولة. أنا قصدت ألقي الضوء على بعض المشروعات الأساسية في خطة 16-22 وهي خطوات الناس مشت فيها. طيب هنا أنا هتكلم عن المشروع وعن تصنيف المشروع، عشان نحن مشاريع الحكومة الإلكترونية مقسمة لأكثر من نوع. يعني التصنيف لو لاحظتوا جي تو سي، دي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة لقطاع المواطنين. الجي تو جي دي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للقطاع الحكومي نفسه. يعني أنا بقدم خدمات في الحكومة الإلكترونية للقطاع الحكومي. الجي تو بي دي خدمات بتقدمها الحكومة لقطاع الأعمال. على أقصى اليسار عندنا الأولويات بتاعت المشروعات. أولويات المشروعات دي جات نتيجة دراسة مستفيضة جدا عملوها الموظفين الموجودين في المركز القومي للمعلومات مع خبراء من خارج السودان، عشان نخط الأولويات حسب الاحتياج. والاحتياج بنقيس الاحتياج بتاع المواطن، احتياج الحكومة، احتياج قطاع الأعمال. فكانت الأولويات دي، ده الترتيب بتاع الأولويات. أنا بس حبيت في الشريحة دي أدي نظرة على إنه كيف نحن بنختار مشروعات الحكومة الإلكترونية وكيف بنبدأ في تنفيذها. فعندنا مثلا المشروع الأول البوابة الحكومية الإلكترونية، ودي هسه حاليا مشروع الحمد لله الناس مشت في المرحلة الثانية منه، واللي هو أنا دايرة أحب هنا أقول للناس أو للشعب السوداني كله إنه نحن ممكن حاليا في عدد من الخدمات الإلكترونية متاحة على بوابة السودان الحكومية الإلكترونية، واللي هي المختصر بتاعها أو اليو ار ال بتاعها esudan.gov.sb. البوابة فيها عدد من الخدمات الإلكترونية. لو الناس طلعت عليها من خلال الإنترنت، لو دول دخل من البراوزر بتاعه في أي حتة ممكن يشوفها وهي متاحة. المشروع الثاني المجموعة المكتبية التعاونية المشتركة، ودي هنا بنتكلم فيها عن مشروع لخدمة القطاع الحكومي نفسه. كيف المستندات الحكومية تصدق؟ كيف المستندات الحكومية تمرر؟ الأبروفل بيجي من وين؟ بتطلع كيف؟ بتتحفظ كيف؟ لأنه عندنا جانب كبير جدا من الوثائق الحكومية قاعدة تضيع بالتقادم يعني. فنحن بنقصد إنه نحفظها بطريقة محددة، استفادة من الاي سي تي أو من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عموما، لأرشفة وثائقنا ومستنداتنا وطريقة تبادلنا لها، وكيف إنها تكون سيكيور أو مؤمنة. فالمشروع هو عبارة عن مشروع كبير فيه كمية من المشاريع ذات الصلة بعملية التصديق الإلكتروني والمستند الإلكتروني وما إلى ذلك. المشروع اللي بعده أنظمة خطط استمرارية الأعمال. ويمكن أنظمة خطط استمرارية الأعمال واحدة من الحاجات اللي بتخلي في استدامة للأعمال الإلكترونية. يعني ما بمجرد إنه حصلت كارثة أو حصلت ديزاستر وقفت الخدمة، لا، أنت الخدمة لازم تكون متاحة طوال ال 24 في 7 ايام 365 يوم. فلو حصلت اي كارثه كيف نحن نضمن انه الخدمات تكون مستمره ما فيها انقطاع؟ بعد ذاك المشروع الرابع هو نظام اداره الاعمال الحكوميه، وهنا بنقصد انه في بعض الاجراءات قاعده تكون عقيمه جدا. يعني هو اجراء لما نجي نعايله علميا بنلقى انه هو محتاج اعاده هندسه.
فبنعيد هندسة الإجراء اختصارا للجهد والزمن والمال وكده. فده مشروع برضه اسمه نظام إدارة الأعمال الحكومية، فيه شغل بتاع هندسة إجراءات وهندسة إدارة عمليات وغيره، وده برضه قاصدين به القطاع الحكومي نفسه. عندنا مشروع نمرة 5 حوسبة المحليات، وفي شغل كتير جدا بيتم في المحليات، زي ما عارفين إنه المحلية هي النقطة اللي من خلالها المواطن بيتواصل مباشرة مع الحكومة، داير تصديق لكشك، عايز حاجة، فدي هنا لازم يعني المشروع ده هو تقديم الخدمات الحكومية على مستوى مؤسسة المحلية. ففي حوسبة بتتم في الباك أوفيس بتاع المحلية، بحيث إنه نقدر نقدم الخدمات الإلكترونية للمواطن سريع جدا. عندنا خدمات الدفع المتكاملة، وده مشروع فيه جزء منه هسه حاليا، كان في ديبيت الناس كان بتتكلم عن الدفع الإلكتروني، ده واحد من المشروعات بتاعت خدمات الدفع المتكاملة. ويمكن الناس سمعت بيسداد، اللي هو دي منصة بتاع الدفع الإلكتروني متكاملة بنيت داخل بوابة حكومة السودان الإلكترونية. المشروع اللي بعده قواعد البيانات القومية الحرجة. أنا معلش في بعده دي بقصد إنه بعده في السطور، لكن لو لاحظنا الأرقام 17 17 17 هي اللي بتحدد الأولوية، يعني من نمرة 4 لحد نمرة 7 ديل ذات الأهمية ذات الأولوية. فمشروع قواعد البيانات القومية الحرجة هو مشروع بيضبط لي كل العملية بتاع طلب الخدمة من الألف إلى الياء. نحن بنقول مثلا المواطن نبدأ عمليات تقديم الخدمات له منذ الولادة وحتى الممات. اتولد معناته عنده تاريخ بتاع ميلاد، معناته عنده شهادة بتاعة ميلاد، بعد ذاك بنمشي الزول ده ممكن يكون عنده ترتيب بتاع أعمال صحية بعينه في المؤسسات الصحية، دخل المدرسة معناته عنده رقم بتاع جلوس موجود في المدرسة، طلع من المدرسة الأساس دخل الثانوي وهكذا والجامعة إلى أن اشتغل في مؤسسة ما، الكونتريبيوشن بتاعه شكله كيف، توثيق شهادة، كل إجراءات الإنسان داير يطلع جواز، داير يطلع بطاقة شخصية، عايز يسافر، عايز يمشي الحج، فكل الإجراءات دي هي خدمة بيطلبها، في خدمة بتكون طالبة المواطن لكن مربوطة بأكثر من قاعدة بيانات، والقواعد بتاعة البيانات دي في نوع منها كريتيكال، يعني الاي دي بتاع الإنسان عشان يعمل الخدمة في التعليم هو بيكون موجود في السجل المدني. فبالنسبة لي قاعدة بيانات السجل المدني قاعدة بيانات حرجة. لو أنا عايزة أرخص عربية، المدخل بتاع العربيات، الحتة اللي فيها مثلا رقم الشاسي بتاع المكنة تحت العربية، دي قاعدة بيانات حرجة، فهي زي ريفيرينج او ترقي، يعني قواعد بيانات مرقمه مفهرسه بطريقه محدده. المشروع اللي بعده المركز الحكومي الخدمي المتكامل لخدمه العملاء وتقديم الخدمه، ودي مراكز بتكون فيزيكال لوكيشن زي الكشك اللي ممكن يشوفه الزول برا السودان، اذا عايز معلومه معينه يقدر يصليها بطريقه سريعه، اذا مثلا عايز خدمه معينه يشوف إجراءاته كيف ممكن داير يعملها وما إلى ذلك. فهي مراكز بتقدم نقطة واحدة لكن بتقدم أكثر من خدمة حكومية للمواطن من وجهة نظر المواطن. يعني أنا بكون في مركز الخدمة داير أطلع جوازي، وفي نفس اللحظة داير أوثق شهادتي بتاعت الجامعة، فهو مركز متكامل بيقدم كل الخدمات دي في لحظة واحدة. المشروع اللي بعده مركز البيانات الحكومي القومي، واللي هو ده الداتا سنتر اللي اتكلمت عنه، ويمكن الحمد لله الناس الآن في مركز بتاع بيانات حكومي قومي موجود في السودان وشغال وبقدم خدماته لحكومة السودان. في تطوير لخدماته هو نفسه، يعني في أكثر من عملية تطويرية وأكثر من فيز ماشيين عليه الناس، والناس في المشروع ده بتتكلم حتى عن الكلاود داتا سنتر او تقديم الخدمات السحابيه، مركز الخدمات السحابيه اللي هو بيقدم خدمات بطريقه بعينه، وعلاقه مراكز البيانات الثانيه بين مركز البيانات الحكومي القومي وما الى ذلك. عندنا المشروع اللي بعده بنيه المفتاح العمومي وسريه المعلومات، واللي هو اتكلمت عنه قبل شويه في السلايد الثانيه. المشروع ده واحدة من حاجاته الأساسية إنه بيحفظ لزول طالب الخدمة ومقدم الخدمة الشانل بطريقة سكيور، يعني
يعني انا اذا عندي حجيه قانونيه في الترانزاكشن اللي اتعملت او في المعامله اللي انا عملتها، فلما امشي المحكمه انا بكون عارف انه انا اتعاملت مع ايات وجهه، يعني ما حيحصل لي اي هاكينج او خليني اقول ما حيحصل لي اي اشكال في امن وسريه تعاملاتي مع الحكومه. المشروع اللي بعده التعليم الالكتروني، ده تايتل عريض جواه كميه برضه من المشروعات، بنتكلم عن الشبكات التعليميه والابلكيشنز التعليميه والخدمات التعليميه والبوليسيز والريجوليشن والسبورت العمليات التعليميه اللي بيطلبها الطالب او الاستاذ او ولي الامر وما الى ذلك. وفي مشروع التعليم الالكتروني ده نحن قاعدين نقول انه دائما حوسبة المناهج ودروس وتقديمها، يعني يمكن الناس هسه في الكوفيد 19 حست بحجم الأهمية بتاعة النوع ده من الحاجات، يعني وكيف إنه نخلي الاستمرارية بتاعة مدارسنا في ظل ديزاستر زي الديزاستر اللي كانت حاصلة مثلا. بعد ذاك عندنا مثلا المواطن الإلكتروني اللي هو نحن هنا بنقصد به مشروع مسمينه إيزول، اللي هو دي آلية بتاع التواصل ما بين المواطن وما بين الحكومة. كيف إنه أنا أقدم أطلب حاجة من الحكومة، لو أنا عايزة أشتكي، لو أنا عايزة أساعد في اتخاذ قرار بطريقة معينة، الحكومة ذاتها تشير المعلومات معي بياتو طريقة، الداتا تكون متاحة كيف بياتو بوليسيز وهكذا. فلو مثلا جات الانتخابات، نحن عندنا شغل بتاع انتخابات إلكترونية المفروض يتم كيف، يعني هو بروجكت كبير جواه كمية من المشروعات الصغيرة صغيرة. المشروع اللي بعده نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وده يمكن أنا اتكلمت عنه اللي هو فارس، موجود الآن في وزارة المالية، شغل كبير جدا. جزء من الحاجات دي كانت مشاريع قبل ما يظهر فارس، كانت مشاريع صغيرة صغيرة. هسه الآن في مشروع حوسبة المرتبات، الحمد لله معظم الجهات هسه في الحكومة بتصرف مرتباتها بالسيستم وما إلى ذلك. فده جنرال فيو كده نحن نقدر نقول للناس عشان الناس تقوم تشوف عام يكون عامل. يعني دي الحاجة الدايرة أقولها أنا في السلايد دي، والمواصلة ليها يا هالسلايد الجاية دي مواصلة للسلايد أو للشريحة حقتنا دي، فيها مثلا نظم معلومات التوظيف، وهنا دي بنضمن انه التوظيف ذاته العداله فيه شكلها كيف بيمشي، كيف الزول مطلوبات الوظيفه شنو، الكواليفيكيشن حقتها شنو، والاجراء ذاته بتاع التوظيف والتعيين بيتم كيف. فهو مشروع فيه برضه كميه من المشروعات الصغيره صغيره ثانيه جوا، كلها مقصود منها ضبط عمليه التوظيف والتعيين. المشروع اللي بعده مركز إدارة مشاركة المعلومات الحكومية، ومركز إدارة مشاركة المعلومات الحكومية ده مشروع بيهم الحكومة. أنا عشان تبدأ خدمة فيه وتنتهي عند المواطن ممكن تكون مرة من أكثر من جهة حكومية، فنحن عندنا بلاتفورم أو منصة للشغل بتاع تكامل الخدمات الإلكترونية من الخلف، ده مشروع إدارة مشاركة المعلومات الحكومية. المشروع اللي بعده منصة تطوير التطبيقات الحكومية على الهاتف، زي ما اتكلمت عنه برضو إنه نحن في أكثر من تطبيق المفروض يكون على الهاتف، بحيث إنه يعني الموبيليتي بتاعت الناس أو الحركة السريعة أو التجوال السريع بيتطلب إنه في بعض الخدمات تتنقل على الهاتف. النظام بتاع الأرشفة الإلكترونية، ده نظام المقصود منه تماما أرشفة كل الوثائق الحكومية حقتنا بطريقة محددة، وبتدار الأرشفة ذاتها بمنهجيات بعينها. الأرشفة طبعا لكل الوثائق تحت الدولة، يعني هي ما وثائق في مكاتب بعينها، كل وثائق الدولة. المشروع اللي بعده نظم المعلومات الطبية والصحية القومية الإلكترونية، وده مشروع نظم المعلومات الطبية والصحية دي عشان تشتغل هي جواها برضو كمية من المشروعات، منها رقم المريض، والمريض دخل ياتو مستشفى، عمل ياتو فحص، قابل ياتو أخصائي، اتكتب له ياتو نوع من الأدوية، صرفها من ياتو صيدلية وياتو شتلية،
والعمليه دي كلها المفروض تكون الكترونيه الى حين حته مثلا التامين اللي الطبي اللي او التامين المفروض متوفر له عشان العمليه الطبيه ذاتها تكمل. لو هو عندي استفسارات معينه، لو انا مشيت مستشفى ثاني خالص غير المستشفى اللي انا عملت فيه الاجراء الاولي، الدكتور ما يزال لي يقول لي انت عيان عندك شنو، يقوم يرجع ثاني يستجر المعلومات من راسه. لا، في الداتا كلها متاحه، بمجرد ما تاخذ الرقم الطبي حقك بتظهر لك كل بياناتك الخاصه بك والريكورد الصحي بتاعك. فهو برضه مجموعه من الانظمه انتجريتد مع بعض. اللي بعده نظام المعلومات الهجريه، ودي بنقصد بها كل الاجراء بتاعت العمليه الهجريه، يعني يمكن باديه من وزاره الداخليه الى اخر نقطه وانت طالع منها لبرا السودان. نظم معلومات الجمارك الالكترونيه برضو تكلمت عنها، انه نظم معلومات الجمارك الان عندنا لسه مشروع كبير والناس مشت فيه خطوات كبيره. نظم الشراء الالكتروني وكيف انه الناس تقدر تشتري وتبيع على بلاتفورمز محدده، يعني النافذه الموحده لاداء الاعمال، اللي هو انه انا لو القطاع الخاص الليله كمؤسسات بتاعه قطاع خاص بتكون دايره تعمل اجراءات كثيره، ففي مستثمر بيجيني، المستثمر ده لما يجي داير يعمل اجراءه من نافذه واحده مثلا، انا ما حامشي التجاره وحامشي الصناعه وحامشي للمواصفات والمقاييس، لا، هي نافذه موحده لاداء كل الاعمال اللي بتخص القطاع الخاص. نظام التجاره الالكترونيه، واضح ان هنا احنا بنتكلم عن التجاره الاي تريد، وده بلاتفورم كبير جدا بتخلي العمليات بتاعت التجاره والصادر والوارد وغيره تدار بطريقه الكترونيه. نظم المعلومات اللوجستيه القوميه المتكامله، وده بيتكلم عن الشغل اللوجستي الموجود اصلا في القطاع الحكومي. المشروع الاخير في الشريحه دي اطار عمل معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لانه في منهجيه اساسيه انه الناس لازم تبي يعني لازم يعني تتشارك البنيه التحتيه بتاعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فالحاجه دي عشان تتم لازم تكون في معايير بعينه. أنا لو عايز أشتري حاجة هشتري حاجة بطريقة محددة بمواصفة بعينها. فده المشروع إطار عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الشريحة هنا أنا همشي فيها سريع، هي باقي المشروعات اللي هي تطوير الصفحات الحكومية على الإنترنت. أنا حبيت أعمل هايلايت على بعض الحاجات، نظام الضرائب الحوسبة، النظام المصرفي الأساسي، أنظمة الدفع الإلكتروني، نظام مراقبة الأسواق، نظام معلومات الأمن الغذائي، إطار عمل الحكومة الإلكترونية، قاعدة بيانات الولايات، نظام المعلومات الجغرافية، نظام النقل العام. دي مشاريع الآن كلها ستارتت وبدت ومشينا فيها خطوات كويسة جدا جدا. فأنا كنت بس عملتها كده بحيث إنه دي جزء من الحاجات اللي المفروض الناس تشوفها في الشريحة دي. الشريحة دي بتتكلم عن التدريب الفني المتخصص، اللي هو ده شغل بهم دائما الناس الشغالين في قطاع الاي سي تي، غير وجودهم في المركز في مجموعة كبيرة جدا موجودة في مؤسسات ثانية، فنحن لازم نضمن تدريب فني متخصص للشريحة دي. والناس اللي ما متخصصين او ما بقدموا خدمات الاي سي تي لقطاعاتهم او لمؤسساتهم نضمن لهم تدريب اساسي بحيث انه هو يقدر يستخدم الانظمه والتطبيقات الموجوده. بالنسبه للمواطن برضو المفروض يكون في مشاريع بتاعت نشر وتوعيه بالخدمات الالكترونيه وما الى ذلك. منظومه اطار عمل الحكومه الالكترونيه هي منظومه كبيره فيها التشريع شنو، الخطه بتاعته بتمشي كيف، المسؤوليات بتتقسم كيف، التدريب شكله عامل كيف، يعني زي ما نقول هي الماتريكس بتاعت عمل الحكومه الالكترونيه. وده مشروع هسه الناس مشت فيه خطوات بحيث انه كل التكنولوجيز المستغله او التكنولوجيا المستخدمه في الحكومه الالكترونيه تمشي لطريقه الشيبنج بتاع والتكامل. المشروع ده جواه بيكون في ضمان استمرارية الأعمال، إنشاء وحدة الحكومة الإلكترونية، قانون الحكومة الإلكترونية ذاته هو شنو، قانون الدفع الإلكتروني مثلا شنو، والقوانين ذات الصلة في المؤسسات الثانية علاقتها بالعملية الإلكترونية شكله كيف. حبيت برضو أشير لمشروع أمن المعلومات والخدمات الإلكترونية،
مشروع أمن المعلومات هو مشروع عشان يضمن لي التبادل بتاع المعلومات والخدمات والإجراءات والأعمال المالية وغيره بسكيور شانل من غير ما تكون في مشاكل يعني. عندنا مشروع نقطة تبادل الإنترنت، أنا تكلمت عنه قبل كده. المشروع ده مشروع مهم جدا جدا لتبادل البيانات والحركة بتاعتها داخليا داخل المؤسسات والجهات ذات الصلة. مشروع نظام إدارة الكوارث، خص إدارة الكوارث مشروع برضو فيه جانب من المجهودات اتعملت عشان نحن نقدر نتحسب للديزاسترز اللي بتكون موجودة. أخيرا أنا هتكلم عن مركز مؤشرات قياس الأداء الحكومي، وصراحة ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه، فإذا بقى ما في آليات بتاعت قياس واضحة لأنه أنا المفروض أعمل شنو وبقاس به وكيف، لا تصلح كل العملية. فالناس ارتأت إنه يكون في مركز لمؤشرات قياس الأداء الحكومي، الأبس شنو والداون شنو وبنقيسه كيف، ودي كلها مشاريع بدأ فيها عدد من الدراسات كبيرة جدا جدا. الشريحة دي صراحة هي عبارة عن البروجكت رود ماب، نحن أخذنا منها الفيزز لحد 20، من 16 لحد 20، وفيها بعض المشروعات. يعني نحن بنعمل التايم بلان إنه مثلا المشروع بتاع الجروب وير، أو مشروع تبادل المعلومات التصديق الإلكتروني والمستندات الإلكترونية المشروع ده بيبدأ مثلا من الكوارتر الثالث في 16 وبينتهي في 17، عنده دراسة جدوى ولا ما عنده دراسة جدوى، الـ FSD يعني هل موجودة دراسة جدوى للمشروع ولا لا. فواضح إنه هنا بنتكلم عن دراسة الجدوى، أنا بس حبيت ألقي نظرة عن الرود ماب العام سواء كان في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال أو قطاع المواطنين. القطاعات الثلاثة مواطنين أو قطاع حكومي محتاجين لير بتاعت infrastructure، يعني لو ما بقى عندي شروع إذا ما عندي الأشياء دي، إذا ما عندي governance بيحكم المشروع ده منو مسؤوليته شنو بيعملوا متين، فلا تصلح باقي الأشياء. أو تشارككم الشريحة دي عشان الناس تقوم تشوف إنه الرود ماب بتاعت الحكومة الإلكترونية كيف. ما عندي تاني فيها حاجة. الشريحة دي هي أنا عملت سكرين شوت للبوابة بتاعت حكومة السودان الإلكترونية، ويمكن ظاهر فوق الـ URL بتاعها esudan.gov.sd، والحقيقة البوابة فيها عدد من الخدمات الإلكترونية كبير جدا جدا، والخدمات الإلكترونية الموجودة في البوابة جزء منها بانينه مؤسسات باشمهندس. الصوت بيجي يقطع شوية كده كتير. آخر حاجة سمعناها إنه جزء من الخدمات بانينه، دي آخر حاجة سمعناها. أيوة دكتور، كده الصوت كيف؟ كده الصوت كويس. آخر حاجة سمعناها إنه عدد من الخدمات دي بانينه، يعني أتمنى إنكم تكونوا سامعيني بصورة كويسة. أيوة أنا بس سامعني. جاي أتكلم شوية يا دكتور من الخدمات الإلكترونية تمام. موجودة على البوابة. دكتور سامعني؟ أيوة سامعني يا نعم دكتور؟ نعم سامعك. طيب، الخدمات الإلكترونية الموجودة على البوابة هي خدمات كثيرة، أنا بس داير أذكر منها بعض الخدمات. يعني مثلا زي خدمة كرت السفر، إذن التوثيق من التعليم العالي، استخراج الشهادة السودانية، أمر التحرك. يعني في خدمات بتهم شريحة كبيرة جدا. أنا داير أقوله إنه عدد الخدمات الموجودة الآن على البوابة بتاعت حكومة السودان الإلكترونية تجاوز 58 خدمة لجهات مختلفة، منها جهات زي وزارة الداخلية، زي وزارة الصحة، زي الثروة الحيوانية، زي العدل، المرور في وزارة الداخلية مثلا، الجهات تنظيم الاتصالات والبريد، مثلا عندنا الهيئة العامة للطرق والجسور، عندنا وزارة الخارجية، عندنا مثلا المركز القومي للمعلومات. فدي جهات عندها عدد من الخدمات.
وانا في الحته دي داير اشير لانه يا جماعه نحن عندنا حاجه اسمها مرشد اداء الاعمال، اللي هو كل الحكومه اجتمعت وحددت كل الخدمات بتاعتها بالتفصيل، والخدمات دي كلها رصدت في مرشد واحد سميناه مرشد اداء الاعمال، وعندنا له تطبيق. الخدمات دي جزء منها تحوسب وبقت خدمات محوسبه في المكاتب الخلفيه وظاهره للمواطن او لطالب الخدمه في بوابه حكومه السودان الالكترونيه. الناس لو دخلت البوابه ممكن تتصفحها، فيها تفاصيل كثيره جدا، يعني كيف تعمل خدمتك، الخدمات ذاتها مقسمه سواء كانت خدمات اعمال، خدمات افراد، خدمات حكومه غيرها. مثلا لما تخش في اي خدمه بعد ذاك في تصنيف ثاني للخدمات، في خدمات اتصالات، في خدمات بتاع تجاره، اقتصاد غيره غيره، في تفاصيل كثيره جدا في البوابه. وفي الخدمات ذات غير اجراء الخدمه، يعني طلب الخدمه تعمل كيف اجراءك، يعني انا مثلا داير اطلع كرت السفر بخش كيف وبعمل شنو والمعلومات اللي بدخلها شنو. البوابه فيها جايد لاينز للحاجات دي كلها عشان توريك انك تعمل الخدمه وتعمل لك الخدمه اذا هي بقت كخدمه موجوده اصلا الكترونيه محوسبه عندنا في الباك اوفيس. الشريحتين دي انا صراحه بس قصدت انه انا الغي نظره على البوابه، الناس تشوف الانترفيس بتاعها والشيب بتاعها. عندنا في البوابه خدمه مثلا زي خدمه السنجل ساين اون او خدمه الدخول الموحد، اللي هو انك برقمك الوطني انت ممكن تسجل لعدد من الخدمات وتتابع ملفك بتاع الخدمات. يعني انت الليله طلبت جواز، بعد يومين جيت طلبت خدمه كرت سفر، بعد سنه ثانيه جيت ما بعرف طلبت خدمه ثانيه، فكل الخدمات دي بتكون موجوده عندك في بروفايل واحد بتخش ليه وبيوزر نيم وبباسورد، وبتشوف الخدمه اللي اتعملت شنو والخدمه اللي لسه ما تمت شنو ودي واقفه وين. دي حاجه اطلاله سريعه كده على المشروع بتاع بوابه حكومه السودان الالكترونيه، اتمنى انه الناس كلها تخشها وتشوفها وتطلع عليها. دي شريحه انا اتكلمت فيها سريع جدا عن بعض المشاريع اللي اتنفذت في المركز القومي للمعلومات واللي بتفيد في ملف الحكومه الالكترونيه، زي مثلا مشروع الشبكه القوميه. الشبكه القوميه اللي هو شبكه بتربط كل المؤسسات الحكوميه في شبكه واحده فايبر اوبتيك. كل المؤسسات الحكوميه الموجوده الان في حكومه السودان سواء كانت ولائيه او اتحاديه هي مربوطه على الشبكه القوميه، وانا بس داير اشير لانه في 1162 وحده مربوطه بالفايبر تستطيع انها تتبادل المعلومات، تتبادل الخدمات عن طريق هذه الشبكه، وشبكه سكيور جدا. والشبكه دي ذاتها مربوطه بمركز البيانات الحكومي او الداتا سنتر، والداتا سنتر بيقدم عدد من الخدمات والتطبيقات لجهات حكوميه، مستضيف عدد من المواقع الالكترونيه، فيه اكثر من 180 سيرفر موجودين، فيه اكثر من 80 ابلكيشن مستضاف. فبس دي معلومات سريعه عن الشبكه القوميه ومركز البيانات الوطني او الحكومي. مقسم الانترنت برضو تكلمت عنه انه هو موجود الان وشغال ومربوط مع داتا سنتر، وكل الجهات سواء كان شركات الاتصالات الاربعه او شبكه الجامعات السودانيه او مركز البيانات الوطني او بيت سيل، كل الناس موجودين مربوطين بمقسم الانترنت السوداني. هو كان في لاير 3 ونحن نقلناه للاير 2، وبعد ذاك عندنا حاجه اسمها نظام معلومات الولايات، ده نظام احصائي فيه معلومات عن كل ولايه لتسع قطاعات: قطاع الزراعه، قطاع الثروه الحيوانيه، القطاع الاقتصادي، التعليم، الصحه، اكثر من تسعه، يعني كل تسع قطاعات دي في كل قطاع في تفاصيل. يعني مثلا انا ممكن اخش لولايه بعينه اشوف عدد المدارس الموجوده فيها، ولو دخلت لمدرسه معينه تشوف عدد الاساتذه الموجودين فيها وعدد الطلاب الموجودين فيها، وبعد ذاك الموقع الجغرافي بتاع المدرسه. النظام ده مبني على الفيدنج بتاع البيانات دي من المحليات، يعني ناس المحليه بيجوا بدخلوا
عدد المدارس الموجوده في كل محليه، وبعد ذاك نحن بنتاكد عن طريق وزاره التربيه والتعليم انه ده عدد المدارس الموجوده في المحليه المعنيه، وكل مدرسه بتقول انا عدد الطلبه بتاعي اني كده من البنين وكده من البنات. ففيه تفاصيل كثيره جدا لبيانات اتمنى انه الناس تستفيد منها. النظام هو مبني على الحكم الولائي، عليه فهم الحكم الولائي، يعني مربوط بالولايات، ولاية الخرطوم، ولاية القضارف، و بوابة حكم السودان. نظام سداد دفع يمكن أربعة دفع إلكتروني، يمكن كثير من الناس المختصين وبيناقشوا بيسألوا عنها، وإن يا جماعة الحاصل في شنو، الخدمة الإلكترونية أسعارها كيف قصاد الخدمة العادية، العمولة شكلها كيف. يعني في ديبيت كثير في موضوع الدفع الإلكتروني، كل الهدف منه إنه نسهل للمواطن عملية سداد الرسوم الحكومية. مركزة متخصصة أنشئت منها مركز المعلومات الجغرافية والمكانية، وإن في بورتل، يعني أنا برضو دايرة أقول لكم للناس تخش على URL اللي هو geoportal.gov.sd، وده في كل الخرائط بتاعة السودان موجودة بتفاصيل كثيرة، بلايرز كثيرة جدا الناس ممكن تستفيد منه، لأنه هو برضو بلاتفورم أو هو بورتل للشغل الجغرافي موجود هسه الآن ومتاح على الإنترنت. عندنا من المراكز المتخصصة مركز البرمجيات، وده مركز كان المقصود منه تطوير أو المساعدة على تطوير البرمجيات من الشريحة بتاعة الاسميز، يعني بنساعد أو كان ده دور من الأدوار الكبيرة اللي مفروض نكون بها، إنه كيف تطوير قطاع البرمجيات في السودان يعني. وفيه عدد من المشروعات المركز. اتكلمت برضو عن مرشد الخدمات الإلكترونية، وزي ما قلت إنه مجلس الوزراء كان هو الأونر للمشروع ده، فهو مرشد فيه كل الخدمات الحكومية أو اللي بتقدمها حكومة السودان موجود الآن، من ناحية معلومات الخدمة شنو بتدعمل وين ومتين الرسومة كم والبعملة منو وما إلى ذلك من تفاصيل الخدمة الإلكترونية. أنا الشريحة البعدها يا دكتور دايرة أتكلم فيها عن بعض الحاجات، عن التحديات، التحديات اللي بتواجهنا نحن في إنه كل المشروعات المخطط لها دي تتنفذ بصورة كويسة. أول حاجة عندنا إنه الوحدات الحكومية شغالة، كل جهة شغالة برا، يعني أنا أكاد أجزم إنه الليلة الحكومة فيها أكثر من 234 ERP solution. كل مؤسسة حكومية بتكون دايرة تحوسي بجانب من أعمالها، فبتقوم بتمشي تشتري سيستم تجيبه وتركبه، فهي شغالة جزر معزولة. السيستم اللي عم يشتروه بيشتروه بتكنولوجيز مختلفة، باحتياجات مختلفة، من جهات مختلفة، فبتكون عندنا مشكلة كبيرة جدا في التكامل بتاع قواعد البيانات مع بعضها. التحدي الثاني عزوف العاملين في قطاع المعلومات علينا ونشتغل في الحكومة وفي الولايات. يمكن ضعف الراتب هو عملية مخلية كثير من الناس إنه القطاع ده، لأنه قطاع رائد تماما وقطاع سريع التحرك يعني، ففي عزوف عن العمل في القطاع ده. في إشكالية في إنه نحن الموارد بتاعتنا ما مستغلة الاستغلال الأمثل، يعني ما بنقدر نتشارك كل المعلومات. يعني مؤسسة X نفس البلاتفورم نفس الانفراستراكشر اللي عندها ممكن تخدم Y، ففي إشكالات في إنه حسب القوانين والريجوليشنز الموجودة في المؤسسات في سوء استغلال للموارد والإمكانيات المتاحة، أو خليني أقول بطريقة سبيسيفيك هي عدم استغلال أمثل. في محدودية الصرف في مشروعات الحكومة الإلكترونية، صرف كثير يعني، فمشروعات كبيرة وصرف كبير، ونحن عارفين إنه نحن في شح في الموارد يعني. في ريزيستنس في المؤسسات الحكومية للتحول للعملية يعني لأنه أتمتت العمليات وأنه تتحول إلكترونية وكذا. في جاب في النوليدج ما بين
اللايرز بتاعت اتخاذ القرار ومقدمين الخدمات نفسهم في مشاكل بتاعت فجوه رقميه ومعرفيه كبيره جدا. انا ما داير اقول اخر حاجه انه ضعف التغطيه للشبكه واتساع رقعه السودان عامل تشتت، لانه بدينا نمشي في المشروع ده في الحته دي خطوات كويسه وواضحه. يعني انا دايره اختم العرض عشان اتكلم عن المركز القومي للمعلومات، وبس لو سمحت لي يا دكتور انور انا دايره سريع جدا على عجاله من القانون اتكلم عن اختصاصات المركز وسلطاته حسب القانون بتاع 2010. سريع جدا مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم في اختصاصات المركز وسلطاته، المركز بيختص بوضع السياسات العامة للمعلومات والاستراتيجيات لتنمية صناعة تقنية المعلومات واستخدامها، رعاية مشاريع التطبيقات الإلكترونية خاصة مشروع الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إنشاء الشبكة القومية للمعلومات وتشغيلها وإدارتها وفق أسس علمية متطورة، وضع الأسس لتصنيف وتبادل المعلومات والنفاذ إليها بين أجهزة الدولة وتحديد الجهات التي يسمح لها بالتداول والاطلاع عليها وتأمين سريتها، الإشراف على مشروعات التنمية المعلوماتية والعمل على ترقية وتوسيع الخدمات اللي بيقدمها في حدود الميزانية السنوية المجازة له، تنظيم ورعاية آلة المعلومات وتقنياتها، الصوت وقف من عندك يا باشمهندس. بتاعت مؤسسات دولية في الحتة دي في ليها، خليني أقول عندنا مذكرات موقعة سواء كانت اتحاد دول الاتصالات أو مؤسسات الأمم المتحدة بمختلف شكلياتها، تقديم الاستشارات لأجهزة الدولة بشأن تطوير المعلومات ونظمها وتقنياتها، وتنظيم العلاقة مع المنظمات والمؤسسات في مجال المعلومات والتنسيقات، نشر ثقافة المعلومات في التوعية من أهم الأخطاء عشان ما أخذ زمن الناس وحقه الأسئلة هي ذات اللي بتخلينا نحن نمشي عليها في اتجاه في الحتة دي. أنا حبيت بس أعمل هايلايت على بعض المسائل، وبتمنى إنه أشارككم المعلومات الموجودة عندي ونستفيد من الإنبوت حقكم فيها. شكرا جزيلا يا باشمهندس سهى على التقديم. يعني بصراحة أول رد فعل ده باشمهندس أحمد داوود، هو أستاذ جامعي وزميلنا وجزء من مبادرة التحول للتعليم الإلكتروني في مجموعة الباحثين السودانيين. قال لك أنا جوا السودان أول مرة أسمع بالحاصل ده، وإن شاء الله بعد ما سمعناه نقدر نستفيد. هل أستطيع أنا كمواطن أن أصل لهذه الخدمات؟ فأنا داير أعمل دومينستريشن، داير اشوف اول شيء العنوان اللي قلناه اسمه اي جوف ولا شنو؟ اي سودان دوت جوف دوت اس دي. اي سودان انا هقوم اتشارك هنا الشاشه بتاعتي على اساس انه نشوف هل الحكومه الالكترونيه دي موجوده ولا موجوده؟ ولا ما موجوده. هاي اي سودان، اي سودان دوت جوف دوت جوف اللي هي جفرمنت دوت اس دي، مش كده؟ اي دوت جوف دوت اس بي. احنا هسه ماشيين على مكتب حمدوك ولا ماشيين وين بالضبط؟ ان شاء الله يا رب نصل. طيب ماشيين على مكتب الحكومه الالكترونيه. احنا هنفتح المجال يا اخوانا للمداخلات والاسئله من الناس الموجودين معنا هنا. معنا باشمهندس عمار سعيد، منسق المشروعات في يا مرحبا بكم في قطر هنا. معانا باشمهندس أبي الزين، الخبير في تيليكوم وزول مالتي ناشونال، انا ما اعرف الموقع ماذا يشتغل ولا الحاصل شنو بيعمل لودينج. اي سودان دوت جوف دوت اس دي، مش كده؟ اي سودان دوت جوف دوت اس دي، www اي سودان دوت جوف دوت اس دي. طيب في برضه انت في موقع ثاني قلتيه عن الخرائط، ليش مش نو؟ الجيو سبيشال.
اللي هو جي يو بورتال geoportal.gov.sg. ايوه جيو بورتال دوت اس دي طوالي. geoportal.gov.sg. اوكي دوت جوف دوت اس دي. تمام، انا ذاتي اتشارك معك. جي اللي هو جي واي جي يو مش كده؟ جي جي اي او جيو جي اي او بورتال دوت جوف دوت اس دي. تمام جيو بورتال، كلمة بورتال يا دكتور كتبت نعم نعم صح؟ تمام. أنا فتحت بوابة حكومة السودان الإلكترونية اللي هي e-sudan.gov.sd. أنا الآن جوا المشروع، جوا البوابة. انت ما لكن انت ما قلتي في المركز القومي للمعلومات، انت قاعده جوه الحكومه ذات الالكترونيه ولا لا لا لا، والله من البراوزر حقي. والله من البراوزر حقي. اي ده جاي، بس انا شفت المؤسسه بتاعت الحكومه دي بتمشي فينا. طيب تمام. طيب هنا ده الموقع ده لسه بيعمل لودينج، انا لودينج عارف الحال كده. شوف الاي سودان. طيب اي سودان لسه بيعمل لودينج كده، خلينا نغير البراوزر. غير البراوزر. ممكن يكون طبعا اخواننا، بس عشان برضو عشان ندي ال العذر برضو، في كثير جدا من الادمنستريشنز بتاعت التليكوم والتكنولوجي، في كثير من الاحيان بتفشل، بس ما اظن الموقع بتاع الحكومه يفترض انه يفشل. تمام، هل دي حاجه لها علاقه بالفندنج، انه والله ما دافع لكم قروش الموقع ما شغال حاجه دي؟ والله يا دكتور هو ما عندها علاقة بالفندق، لأنه البروجيكت هسه أنا زي ما قلت لك رانينج، أنا فاتحة هسه طيب كده شيري من البوابة. عندك، خلينا عشان شنو؟ أنا حوقف الشير من عندي، ممكن تشيري من عندك. طيب أنا أشير لك من عندي في الشاشة بتاعتي، ولا كيف لا كده شايفين؟ في هنا نفسه، في نفس أشير في لك. نفس ال... آه في نفس الجهاز بتاعك ذاته. تمام ثواني، بس شيري الشاشة. ثواني. الناس المتابعين برضو يا اخواننا حاولوا يخشوا على esudan.gov.sd، لانه بصراحه كده المواصلات مشكله، الترحال بقى بالاف الالاف ملايين، فما ينفع انه حاجه ممكن اعملها انا ده الكترونيكلي. يعني هسه الناس اللي قاعدين في السعوديه، في قطر، قاعدين في الامارات، في كثير من الدول اللي حوالينا، في مصر، دول بيعملوا خدمات كثيره جدا من غير ما الواحد يتحرك يعني. دي ونحن حقيقة دايرين والله نصل يا دكتور. للمستوى ده، خصوصا لو كان انه المشروع يعني انقضى مشى فيه زمن. الموقع ده ما شغال من هنا، انت هجرب ما شغال؟ براوزر ثالث. هاي ما اشتغل يعني، هسي بديت بمايكروسوفت بجوجل كروم ما اشتغل، اها شفت فايرفوكس ما اشتغل، هسي انا في ايدج تمام. في الاكسبلور. في طيب انا برضو هنتظرك، لانه انا برضو من تليفوني هنا، انا البراوزر بتاعي اصلا فيه اشكال في التليفون هنا. خلي اي زول، اذا الشباب ذاتهم متاحين، الناس الموجودين الان حقه يشغلوا من البراوزر حقهم. طيب انا هسيب عين في الناس اللي في فيسبوك، لو في زول نجح يا اخوانا يورينا، لو في زول ها نجح في انه يوصل اللي هو للموقع ده. حطيت تحت تمام. الموقع الغريبة في فيسبوك، حطينا الرابط بتاعه شغال وظهر. موجود. ايوه في فيس، انا ظهر لي برضو، انا ظاهر لي هنا وهنا. طيب ممكن تعملي شير السكرين في هدي خلاص. التابلت ولا الموبايل ده؟ طيب انا بس حاجه عايزه اقول ايوه لك، كنت الانترفيس بالكاميرا ما عارفه الناس شايفه كده كويس. لو انت عملت شير من الشاشه بتاعتك ذاتها بتاعت التليفون شير دي من الشاشه بتاعتي. بتاع التليفون، هاي ممكن يورينا تمام. القصه. انا البراوزر حقي هنا ما فيه اشكال صراحه، ابي بيقول انه لكن ممكن ممكن اشارك يكون في من تليفون تاني. فاير وول ريستريكشن لا لدخول ما عندي البورتال بر من برا السودان. السودان. لا لا انا هنا بدأت تظهر لي التايتل بتاع بوابة السودان المكانية،
أكيد ما ظهر. اوكي طيب نفتح النقاش لحد ما الموضوع ده يتظبط. حلو حلو. لو في زول اخوانا ده احمد داود، انت كنت رفعت يدك، ممكن الزول تفضل. يرفع يده يا اخوانا، استخدم ريز هاند، الخاصيه بتاعت ريز هاند. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، السلام ورحمه وعليكم باشمهندس، كيف السلام ورحمة اخوانك؟ الله يا وبركاته. باشمهندسه يا دكتور انور، كيف يا صحتكم؟ مرحبا مساكم الله يا بالخير. مرحبا، الله يكرمك. طبعا انا يعني في هندسه برمجيات في السودان، متواجد الان. صراحه البواب السوداني سمعنا لا عنها كثير وشفناه، وصراحه نتكلم صح، قلت لهم مشينا لكم هناك، بيقولوا الشبكه عندكم مقاطعه، كده مش نتصل عليها من الانترنت عندنا. فاحنا كده الان مستخدمين الشبكه دي، كم في نسبه الاستخدام لها في السودان؟ كم لو عندكم احصائيات لها؟ تمام، دي الحاجه اللي استفسر عنها، هل مستخدم للشبكة ولا لا؟ القومية؟ ايوه الان عندكم الان الموقع الان أيوة الاي نعم، سودان، العدد عندكم احصائيه لعدد الإي مستخدمينها؟ سودان. ايوه أي عندنا إحصائيات، عندنا داشبورد كامل لموضوع البوابة بتاعت حكومة السودان الإلكترونية، الناس اللي دخلوا، الناس اللي استغلوا الخدمات كم وبكم. بس أنا هسه لأنه أنا ما الأدمن بتاع البروجكت، فما حقدر انا تشير الحاجات معاكم هنا، لكن في اوكي. داشبورد كامل فيه عدد الناس اللي استخدموها كم، استخدموها لفترة كم، اكثر الخدمات اللي استغلوها الناس شنو، الفترة بتاعة تقديم الخدمة هل او زمن اداء الخدمة نفسها كان كم، ما الى ذلك، عدد الفيوز كم. هو داشبورد كامل، سيستم مبني جوه البورتال. هو في سؤال ثاني، هو بعيد حبة من الموضوع، انه انا يعني ايام الثوره كانت في بعض المواقع افترقوها في السودان، والمواقع دي مبنيه تحت المنصه بتاعت مركز المعلومات على ما اعتقد. هل الحاجه دي مبنيه على الوزاره او الجهه افترقوها، ولا من السايد بتاعكم؟ طيب، نحن حصلت خروقات لأكثر من مرة بالمناسبة، ما أيام الثورة بس، ايوه يعني هاي نحن يمكن من قبل الثورة وإلى الآن بالمناسبة، نحن لحد قريب قبل كم يوم في محاولات مستمرة للهاكينج للمواقع الحكومية. في زول بيقدر يصل لبعض المواقع، وفي ناس ما يعني بيحصل لها، خلينا نقول بيحصل ريجكشن من بدري. فنحن عندنا اكثر من لاير بتاع السكيورتي موجوده. في زول من يعني في ناس ممكن يصلوا من خلال سيكوال انجكشن موجود في ويب سايت، والويب سايت ده قاعد في حته يوصل لمعلومات ثانيه كثيره يعني. فدي الاشكال، المحاولات مستمره، لكن الفريق بتاع امن المعلومات صراحه فريق يعني انا بشكرهم من هنا، هنين على المواقع حكومية كبيرة. يعني الخطة الأولى إذا حصل هاكينج طوال بيقوموا الناس بترجع، بتقوم بتخط البدائل سريع يعني، والريسبونس تايم بتاعه ريسبونس تايم سريع شديد صراحة. فبتحصل المحاولات دي كتير جدا، لكن الوصول لمركز البيانات الحكومي حصلت بأمانة في خلال السنة اللي فاتت مرة واحدة، لكن المحاولات مستمرة، في محاولات أسبوعية، في محاولات يومية، في لكن نادر الوصول، نادر الوصول. مع العلم إنه نحن عندنا عدد من التطبيقات مطلوبة في الشغل بتاع أمن المعلومات، وفي استراتيجية وضعت لأمن المعلومات مع جهات ثانية كثيرة في الدولة، لكن التولز غالية أصلاً دائماً، والمواكبة دائماً بتكون فيها إشكالات زي ما الناس عارفة. بس اللي داير اقوله انه بالوضع الراهن الوصول كان للداتا سنتر الحكومي ضعيف، يعني حتى المواقع اللي حصل لها هاكينج بتكون على مستوى الموقع، ما على مستوى الوصول لمركز البيانات، لانه الوصول لمركز البيانات زي ما انتم عارفين معناته الوصول لتطبيقات، الوصول لناس ثانيين. فبكون مثلا زول حاول يخترق صفحه بعينه، خدت فيها حاجه وطلع. بعد ذاك حتى الاليات تحت الانفستيجيشن اللي بتتعامل على مستوى فريق امن المعلومات في كثير من الاحيان قاعدين نصل لحد الجهه اللي عملت الهاكينج يعني، والحمد لله مع شح الموارد الموجوده يعني. لما اتصلوا يقول لك هناك على الله. لا لا، بنودي محكمه جرائم المعلومات يا دكتور. اوكي طيب، ابي طريفي تفضل. السلام عليكم دكتور أنور والأستاذة، شكرا لكم على الموضوع يعني
مهم جدا جدا، والناس اللي هي ما قاعد تتطرق له، ونحن حاليا يعني في زي ما بيقولوا الالفيه ما عارف كم اصلا ذاته، ونحن لسه يعني unfortunately يعني دمنا. يا ريت تعرف يعني نفسك بس يا ريت. معك اخوك ابي الطريفي انور في قطر هنا، حاليا شغال مهندس ضبط جوده في شركه معلوماتيه، وشغال في بروجكت تبع حكومه قطر الالكترونيه. تمام، يعني من ضمنها اللي اتمتت خدمات وزاره البلديه، اللي هي في حكايه بتاعت 500 خدمه الكترونيه يعني، وما شاء الله يعني هسه زي قطر شفنا في اخر تصنيف من ال 15 دوله في العالم يعني ما شاء الله. ونحن اسف unfortunately يعني السودان يعني زي ما عارفين ما دارين نبكي على، لكن we need to ما زال يترنح. لا لا ما ان شاء الله والله، بس يعني نحن كمان ما خلاص خلونا زي ما بيقولوا الفات مات، لكن دايرين نبدا يعني كلنا نتضافر من اجل بلدنا يعني، لانه التنظير باذن واحد احد. اي يعني انا بشكر والله دكتور انور على مجهوداته النيره والمثمره دائما، فيا ريت الناس ما تقعد في حته النقد وبتاع. اي نو يعني ما في كان يعني تسويق للحكومه الالكترونيه اللي هو بقدر الموجود يعني. تمام، بس كمان الناس يعني عندنا ناس ما شاء الله زي ما شفت يا دكتور عمر في جروبنا بتاع السودانيين المهندسين هنا بتاع الاي تي، ما شاء الله في لوت اوف ناس لوت اوف يعني انجينير بتاع الاي تي وبتاع، دائما بيكون في حته النقد يعني. انا ما داير اكون، لكن دايرين مبادرات يعني. انا واحد من الناس حاليا سؤالي ليكي، انا عندي مبادرات وشغال فيها بالمناسبه يعني. مثلا اكبر مشكله زي ما الدكتور عمر من قبل بيتكلم حته المواصلات، حته الحصول على المواد التموينيه دي كلها، وينيد يعني مفترض ان احنا كاي تي يكون في حته بتاعت يعني انتوا كمركز معلومات المركز القومي للمعلومات تكون عندكم كاداره كده تتبنى يعني. انا هسه مثلا لو دار ابدا يعني في فريلانسر، في لو فتحتوا مبادرات زي دي الناس وتيجي تشتغل وتحط لهم رود ماب وحاجات زي ديت، او في مشاريع التخرج في الجامعات مثلا بدل الطلبه اي واحد يجيب له فكره من راسه، مفترض تطرح حاجات زي ديت. دي اول حاجه يعني انا كمقترح مني يعني. صحيح، فيعني اسي عندك انت بتقول لي عندكم 58 خدمه، طيب انا اي بيليف انه في السودان في حاجات كثيره ممكن تتأتم في كل القطاعات، وعندنا والله ما شاء الله يعني انا خريج جامعه السودان كليه علوم حاسوب، وما شاء الله عندنا يعني في جامعات كثيره ما شاء الله طلبه واب تو ديت يعني، على الرغم انه صح المقررات لكن ستيل الناس. فاي بيليف انه لو دي اول نقطه يعني انه المركز القومي يخط مثلا يخط كده زي ما بيقول رود ماب للجامعات، انه والله كليه علوم الحاسوب بس انه مشروع الفلاني اكس واي زد انه يطرح، وحتى لو يعني تدوهم الفند البسيط اللي هو مش فلوس، لكن من ناحيه انك توفر لهم الريسورس التكنولوجيز اللايسنس الحاجات زي دي كلها انه تجهزها لهم، ويكون معاكم اللي هم كسوبرفايزر عليهم والشغل بتاع الكيو سي اللي هو التستنج والحاجات لحد ما تطلع والخدمه وتتحط على البورتال يعني. ده يعني ببساطه كده يكون الطالب استفاد تمام وعمل حاجه ملموسه ومن ضمنها البلد استفاد. طيب النقطه الثانيه اللي هي انا دار اسال منها، انا لو هسه حاليا وبيده عندي مبادره اوكي، وممكن كمان يعني عندي الابيليتي ان انا تو ديفلوب الحاجه دي، طيب انا داير لي حاجه اللي هي كيف تو ده سؤالي، كيف انا ممكن اقدم لمنو يعني. انا هسه ممكن اعمل خدمه مثلا على حسب النوليدج بتاعتي، لكن اي نيد take a requirement from X, Y, Z. فعاوزين الحاجات دي يعني، في هل عندكم سياسات في حياة زي دي، ولا هل الجهات الحكومية هي اللي مفترض هي اللي تبني خدماتها برا وتدي في الموضوع لعطاءات، أو عاوزين بس توضيح في النقطة دي يعني. يعني باختصار كده قال لكم وروني بس قانون هواكم عشان نقدر نخش نساعد يعني. طيب أنا أقول قانون هوانا. شكرا لك يا باشمهندس وبيك كتر خيرك. انا بس داير اشير لحاجه والله يا دكتور انور، الان يمكن من 7:30 صباحا الى الان نحن عندنا خلال الاسبوع ده في مركز البرمجيات الوطني، ودي واحده من الادارات بتاعت المركز القومي للمعلومات، عندنا اسبوع نفير البرمجيات او مشاريع، هي مشاريع اتقدمت من خلال ناس فريلانسر اتقدمت للمركز القومي للمعلومات
اتفتحت في فترة معينة إنه أي زول عنده فكرة حابب يقدمها مساعدة للمركز القومي للمعلومات في تطوير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية يتقدم بها. وقعدوا عدد من الخبراء والاستشاريين فرزوا الأفكار وأخذوا مجموعة من الشباب. الآن هسه نحن شغالين خلال الأسبوع ده في محاولات المينتورينج والبيتشينج عشان الناس تقوم تمشي لقدام. الصوت اختفى. سامعني كده يا دكتور؟ ايوه نعم دكتور. السلام عليكم. نعم تقدمات يا دكتور. ابوابنا دائما ما داير اقول زي باقي الناس ابوابنا مشروعه ومفتوحه، لكن احنا اي جهه عندها اي تطبيق في السودان بتجي مباشره للمركز القومي للمعلومات، ومباشره بتقعد الاداره المختصه بتشوف الابلكيشن. وعندنا قائمه بتاعه تاهيل للمؤسسات الحكوميه اللي بتقدم البرمجيات والانظمه والخدمات وما الى ذلك، والقائمه دي بتتجدد سنويا. يعني اي جهه بتطلب انها تجي تقابل المركز القومي للمعلومات في قضيه بتخص هذا القطاع بنكون على طوال الاسبوع، ما عندنا المانع في ذلك. وعندنا فريق مختص قاعد بناخذ العروض، بنشوف البروفايل بتاع الجهات هي عايزه تقدم شنو، وبنمشي في تفاهمات كبيره جدا، لانه نحن عارفين انه الحكومه الان الموارد اللي فيها موارد بسيطه ونقول ضعيفه او شحيحه، فالحاجه دي دايره تضافر بتاع جهود من جهات مختلفه. فانا دايره اقول لعبي مرحبا بك في اي وقت، في اي وقت في المركز القومي للمعلومات. والله يا باشمهندس طبعا يعني هو اذا كان بيتكلم على حكومه الكترونيه فمرحب به، ودي يفترض انها تكون ايميل ولا حته بواب ولا كده. اكيد طبعا. احنا الاكونت بتاعنا موجود، انا هسه دايره اشير لانه الاكونت بتاعنا هو ممكن يتراسل معانا. البريد الالكتروني لو دخلته بتلقاه متاح سواء كان على صفحه المركز القومي للمعلومات او للحكومه الالكترونيه في 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 esudan.gov.sd. الاثنين متاحين، وطوالي نحن في حالة انه نحن في تفاهمات. الايميل ده بيصلكم انتوا طوالي مش كده؟ اي بيصل طوالي. الدائره اقوله انه يا دكتور التضافر بتاع الجهود في المرحله دي تضافر بتاع جهود من المؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص والافراد، وما جهد حكومي فقط. طيب انا بيبدو لي انه الخطط بتاع المشروعات، الخطط اللي كنت بتكلم عنها بالنظام بتاع الاولويات اللي هو 17 ونص 15 وكده، دي خطه كان موضوعه بواسطه شركه كوريه او مركز كوري. ما شركه، لا مركز، هي وكاله تتبع لوزاره الداخليه الكوريه، هي دي الجهة المعنية بأعمال الـ e-government framework في كوريا. يعني دي الجهة اللي بتخط الخطط الحكومية للحكومة الإلكترونية الكورية. نحن كان عندنا مذكرة بتاع تفاهم مع الوكالة، وجلسنا في جلسات طويلة جدا لوضع دراسة على المشروعات اللي مفروض تمشي عليها حكومة السودان. يعني اخذنا فيها قرابه 6 شهور اكسبيرت ليفل، خبراء اجانب جونا من كوريا قعدوا مع خبراء سودانيين مع مؤسسه حكوميه موجوده في السودان مع بعض الخبراء المختصين من القطاع الخاص، طلعوا دراسه عن الخطوات اللي المفروض نمشي عليها نحن كحكومه الكترونيه. هي سميت بالماستر بلان 16-20، اول خطه موجهه للحكومه الالكترونيه في 16-20، وتم اجازتها على مستوى الليفلز اللي مطلوب اجازتها بها، سواء كانت على مستوى المركز نفسه والقطاع اللي هو فيه الوزاره وفيه تبرا او جهاز تنظيم الاتصالات، فيه المركز القومي للمعلومات، فيه السلطه القوميه للمصادقه الالكترونيه، وعلى مستوى الوزير at that time. وبعد ذاك اترفعت لمجلس الوزراء للاجازه. يعني دي الخطوات التنظيميه اللي اشتغلنا بها الخطه حقتنا. على مستوى الإعداد الدراسة نفسها شاركنا فيها القطاع الخاص بمؤسسات بتاعت الاي سي تي، يعني شركات سواء كانت الاوبريتورز الاربعه الموجودين في القطاع
أو مؤسسات باطلة في القطاع الخاص، بالإضافة لأنه شاركنا فيها المواطنين، يعني طلعت عينات بتاعت كوتشينيرس، كنا بنستقرأ آراء المواطنين في الخدمات الأكثر، الخدمات اللي هم محتاجين لها. ودي اتاخذت في السيجمنت بتاع الولايات وولايه الخرطوم، يعني في ولايه الخرطوم الكوتشينير يتوزع في الخرطوم وبحري ومدرمان في الاسواق في محلات كبيره. اخذنا اراء المواطنين، وكانت عينه من الشريحه بتاعه المجتمع اللي بيمثل المواطنين، وبناء عليها اتعملت جانب من الدراسات، بالاضافه للتقارير الاداريه اللي كانت طالعه من المؤسسات الحكوميه، بالإضافة للوجود الحكومي على الإنترنت، يعني الويب سايتس، الأبليكيشنز الموجودة، الخدمات الموجودة وغيرها. فدي كلها اتاخذت كعينة كتحليل، اتعملت منه الدراسة وطلعنا بالتو بي موديل، أو الوضع المتوقع لحكومة السودان المفروض تمشي عليه كمشروعات. طلعت بالمشروعات دي، أنا جبت جزء منها، هي مشروعات كبيرة وعندها دراسات كبيرة ومستفيضة يعني، والناس بدأت عندها فيها تمويل. بخطوات واضحة. السؤال ده ما صعب شوية يا دكتور لا، هنا؟ نحن قادرين نعرف، بس التمويل، يعني عشان ما نتكلم المكون بكلام بتاع جميل التمويل، وسمح ونحس نفسنا نحن كأننا قاعدين في كاليفورنيا، ومن بعد ذاك التمويل لبعض المشروعات يترتب، لكن صراحة نسبته لا تتجاوز 30%. يعني هناخد المكون 30% بس من الحاجات اللي ده سمعنا بها دي. حسب الموارد المتاحة من حكومة السودان، لكن نحن عندنا خطة كبيرة لموضوع التمويل من المؤسسات بتاعة التمويل الأجنبي، وشكله كيف وحنمشي عليه وكيف، بالإضافة لمكون الخدمة نفسها. يعني ليه؟ لأن احنا بنقدم خدمة إلكترونية بأسعار خرافية في المانوال سيستم، لكن لما تبقى إلكترونية المفروض الرسوم بتاعة تزعيرة الخدمة دي تقل، فبالتالي الرسوم الجايه في اللاين بتاع الخدمه الالكترونيه المفروض يمشي لصالح تطوير الخدمه الالكترونيه نفسها. فدي الحاجه اللي نحن مشينا فيها مع وزاره الماليه، بالاضافه لانه نجحنا مع وزاره الماليه في انه نفتح مبدا البي بي بي او الببليك برايفت بارتنرشيب، انه القطاع الخاص يشارك في العمليه بتاع تمويل المشروعات والخدمات الالكترونيه. ويمكن مشينا في مشروع كبير جدا مع زين، عفوا انا ما مفروض اقول شركه، لكن المهم مشينا في خطوات كبيره في الموضوع ده، وعندنا مشروع في البايب لاين المفروض انه يطلع، يعني جهز تماما، يعني المفروض يطلع في خلال الشهر لشهرين الجايات دي باذن الله، اذا الامور مع تمام وزاره الماليه مشت بصوره كويسه. يعني ان شاء الله فيه تمشي 18 بصوره خدمه كويسه. على الموبايل. انا بس تمام. دايره طيب اشير انا لحاجه، في يمكن حته برضو عدد انا داير الخدمات اتاكد بتاعتك. منها. اسي الشباب هيمتحنوا شهاده، اسي قاعد بيمتحنوا شهاده وكده، ايوه وبعد ما تطلع النتيجه هيفترض ان النتيجه دي يعرفوها عبر البوابه دي مجانا، مش كده؟ اكيد اكيد، يعني احنا دائما بنعلن النتيجه بتاعه الاساس ونتيجه الشهاده السودانيه من البوابه، وبنعلنها مجانيه. دائما نتيجه الشهاده بتاعه الاساس والشهاده الثانويه معلنه عبر بوابه حكومه السودان الالكترونيه اللي هي esudan.gov.sz مجانا، يعني الطالب بيخش على البوابه، بيدخل رقم جلوسه، بتظهر له النتيجه والتفاصيل طبعا بتاعت النتيجه. انا بارك لانفسنا انه في الموقع بتاع الجيو المعلومات، بورتال، هي المركز الوطني للمعلومات الحيويه والمكانيه. انا ايوه بشكل الليله هقضي السهره فيه واشوف الحاصل فيه شنو. ده فيه تمام، خرائط مفصله وكده، مش كده؟ ايوه نعم. تمام 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 عندنا الموقع الثاني ده برضه يا دكتور، برضه لازم الناس تخشه، اللي هو البوابه دي، esudan.gov.sz. البوابه ما لحد هسه دي ما فتحت معاي، لكن البوابه دي يفترض انه كل مواطن سوداني يعمل فيها حساب، مش كده؟ اكيد، بالرقم الوطني بس بتاعه. داير اشير لانه الان المواطن السوداني ما حيقدر يعمل حساب جديد الا زول عنده حساب قديم موجود على البوابه، لانه حتى هنا برضو في هنا لسه بتاعت داير اشير لحاجه، نحن اها عندنا الحساب بتاع زول بيدخله برقم التلفون، رقم الهاتف بتاعه، والاي دي بتاع ناشونال اي دي بتاعه اللي هو الرقم الوطني حقه. ايوه وكان في حصل تكنيكال ايشو ما بين السجل المدني وما بين السيرفرات الموجوده عندنا هنا في المركز القومي للمعلومات. وده بيرجع فالخدمه لكلام بتاعت ذاته انه التسجيل كله ناس قاعدين في جزيره معزوله بالضبط، وممكن والله الى حد ما يعني نقدر نقول الحته دي هنا،
نحن لانه كان السنجل ساين اون كنا شغالين يعني كانت كانت يعني كنا الزول بيدخل برقمه الوطني بنجيب البيانات من قاعده بيانات السجل المدني بتدخل رقمك بتظهر كل بياناتك بعد ذلك بتتم اجراء عمليه التسجيل بفيريفيكيشن لايرز مختلفه يعني فالان الحاجه دي غدا الناس ما تستطيع انها تسجل ونحن خلال اسبوع لاسبوعين مفروض انه نرجع نشغل الحاجه دي ثاني. طبعا جزء من الاشكالات بتاعه الخدمات الالكترونيه الان انه الحكومه ما شغاله بالفول كاباسيتي حقتها يعني انتم عارفين اشكال الكوفيد 19 اللي حصل ده خلى الناس شغاله بنسبه 30-50% في المؤسسات الحكوميه ودي جزء من الاشكال بتاع السستينابيليتي للخدمه نفسها وانت يفترض ان هذه الحته ما تجيف يعني لما الكوفيد 19 بالضبط كده ايوه بالضبط كده يعني الناس المفروض كان ما تجيف تماما في الخدمات دي بالذات يعني الابواب الالكترونيه واقفه وجامعه السودان المفتوحه واقفه في يعني الناس المفروض يحل المشاكل كلها مشوا قفلوا وفرتقوا طيب والله عشان الزمن اذا الفريم وير بتاع الحكومه الالكترونيه كان مكتمل يعني الشغل فيه كان مكتمل ما كان يحتاجنا لانه الناس تكون قاعده وموجوده كان الناس عملت كل الخدمات دي طيب في سؤال في سؤال مهم وعاجل هل في دعم طيب. سياسي للجهود بتاعت الحكومه الالكترونيه ابدا ما موجود اوكي تمام ده ما كان متوفر يعني الدعم السياسي فيه اشكاليات كانت كبيره جدا بالنسبه لنا والدليل انه وجود المركز القومي للمعلومات في الهرم بتاع الهرم بتاع الاستراكشر بتاعت الدوله الان فيه اشكالات ولو لاحظنا انه الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعه الناس فيها بعض الشد والجذب لو لاحظنا برضه الجزر المعزوله بتاعه المؤسسات الحكوميه يعني احنا بنلقى في وزير منفعل فبنمشي في الخدمه معاه بيجي وزير ثاني يكون اقل انفعالا بالموضوع بتاع الاي سي تي فبتروح القصه بتاعه الخدمه الالكترونيه معاه وهكذا يعني عندنا اشكالات كبيره جدا جدا في الاستراكشر الموجود تمام طيب ابي الزين تفضل يا ريت تعرف طيب. نفسك انا اسمي ابي الزين عندي عجلتين عندي عجلتين هاي زيوب زين انا هيد اوف استراتيجيك ماركتنج في ريد هات تيلكو اكاونتس اينيا فالمركز القومي للمعلومات انا قصتي معاكم من 2011 كان جيت استضافوني قبل كده سنه 2011 كانت في محاضره كانت عن الديجيتال ترانسفورميشن كانت سنه 2011 كانوا بيتكلموا نفس الكلام اللي انت بتتكلمي عنه اوكي ف يعني انا حاخذ الموضوع بطريقه كده اوبتيمستيك انه في 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 خطوات انه انتوا عملتوا بورتال لان الزمن ذاك انتوا كنتوا لسه في موضوع البريفنج والديبريفنج والبيلدينج الاستراكشرز والحاجات دي طيب انا عندي انبوتس وعندي اسئله اول حاجه كانبوت انتوا سامعيني كويس صح ايوه معاك الحمد لله تفضل يا باشمهندس كانبوت دائما في اي بروجكت نحن بنعمله في حاجه بسموها go back to the basic yes. اوكي ترجع للاساس الاساس عندنا شنو في لما تقديم خدمه الكترونيه الاساس في تقديم الخدمه الالكترونيه بكل بساطه انه easy to do business with تمام yes. انه يكون accessible انها تكون سهله انك تعمل معها تتفاعل معها اليوزر اليو اكس واليو اي بتاعتك تكون فريندلي وما بتكون شنو وما تعملها يعني مثلا بطريقه فيري ادفانس انه الناس مثلا ما تقدر تتعامل معها دي 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 حاجه الحاجه الثانيه الاكسسبيليتي يعني اسيا يعني اتس ا شيم انه اغلب الناس ما قادرين يدخلوا على الويب سايت انا هنا في الامارات ما قادر ادخل عليه جربت بمالتيبل سيرفرز من يو اس من نورث كوريا من ساوث كوريا سوري من كذا مكان برضو انت ما قادر ندخل على الويب سايت الحاجه الثانيه احنا من السودان برضو ما قادرين نخش على الريت هذا العقوبات الامريكيه خليك فير برضو لا 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 انا بتكلم على الويب سايت بتاعنا احنا حق السودان انا بتكلم على الويب سايت بتاعك انت بتاع امريكا ها ف ف ف ف دي حاجه الحاجه الثانيه انت ذكرتي حاجه عن الريجستريشن انه الواحد ممكن يعمل ريجستريشن ب نمبر وبالاي دي بتاعته او الرقم الموحد الحاجه انا قبل كده جربتها زمان قبل فتره انه انا ما عندي رقم سوداني ما اقدر اعمل تسجيل ف ف ف
في سودانيين قاعدين برضو برا السودان، يعني دي حاجة برضو انتم مفروض تو كونسيدر. الحاجة الثانية التغطية السياسية للموضوع او التغطية الأنور ذكرها، انه لما يكون في كل واحد شغال سايلو، كل واحد عنده سايلو برا، والخارجية عندها سايلو. يعني انا بشوف انه it's very embarrassing لما تجي سفارة السودان بتاعة الامارات، قررت اطلع لي جواز سوداني قبل كده فترة، مشيت المهم السفارة انا عشان اشوف الابليكيشن بتاعتي، لا في ويب سايت تشيك على الطلب، لا في التلفون ما في زول بيرد عليك، والبرد عليك اخلاقه فينا خرته، بيقفل التلفون في وشك بعد دقيقة، عنده نظرة 30 ثانية، زدت من 30 ثانية بيقفل التلفون في وشك. والله العظيم عنده نظرة 30 ثانية. اول مرة زعلت رجوني يا دكتور. شفته كويس والله، عندنا ستاندرد في حاجة. المهم عنده ستاندرد. الحاجة الثانية بنزله يعني بسلف انيشيتيف من البيت السكرتيرة الشغالة، لما الناس بتصلوا عليك مثل انا زيجت من الاتصالات بقت تعمل شيء، تجي لسه بتعمل لها سكان بتخطها في الصفحة بتاعت الفيسبوك بابليك لإيفريبودي، تمام؟ انه رقم جوازك الجديد واسمك الثلاثي مخطوطين كده في السهلة، تمام؟ يعني دي 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 حاجه. فدي كلها جو باك تو ذا بيسك. البيسك معناه اول حاجه مفترض تكون في اراده سياسيه واراده حكوميه انه الناس تمشي للديجيتال ترانسفورم، للتحول الرقمي. نحن ما بنتكلم بس في الاس، نحن ما بنتكلم في 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 سمارت جوفرمنت، احنا بنتكلم في الكترونيك جوفرمنت. خليك من السمارت، احنا ما دارين السمارت دي، احنا دارين الكترونيك جوفرمنت، انه انت تعمل منها خدمات بسيطه وانك تعمل منها حاجات يعني معقوله. اوكي، فالاراده السياسيه دي اساسا از نوت اوبشنال، يعني دي ما، والحكومه الالكترونيه بالنسبه للمواطن دي ما بريفيليج، ده اتس ان انهيريتد رايت، ده انت ما بتدي، انت كدوله دي حاجه مفترض تكون من الحاجات البيسك انك انت تقدمها، لانه كميه الصفوف. وبالعكس كمان اسمع كوفيد 19 ومع الكورونا ده مفترض يكون بالنسبه لهم ده موتيف انه هم الموضوع ده يمشوا اساسا ايفن فاستر. دي حاجه، وغير كده في النهايه هم بياخذوا كوست اوف سيرفيس. طيب الحاجه الثانيه اليوزج، في تقريبا اخ سال عن الموضوع انه اسي حاليا الناس اللي بتستخدمها او سابقا الناس اللي بتستخدمها، وغير كده انتوا كيف يور درايفنج اويرنس. الاويرنس دي كمان هي ما حاجه واحده، الاويرنس تو ويز، يعني انت عندك الاويرنس بتاعت الوزير نفسه انه يفهم الحاجه دي انها بزنس اسينشال اور بزنس كريتيكال بالنسبه له، ان حاجه من الكي بي ايز بتاعته، انه مفترض الوزير يعرف انه الديجيتال التحول الرقمي ده دي حاجه موجوده في الكي بي ايز بتاعته، دي ما حاجه هو بياخدها بيعملها بيكوز هي بليز. والله الكي بي ايز دي طبعا دي كلمه انترستنج لسبب، لانه هسه مثلا وزير الماليه الدكتور ابراهيم البدوي دخل ومرق، احنا ما عارفين الكي بي ايز دخلت ولا الكي بي ايز مرقت بيه بالضبط. وكذلك الدكتور الدكتور هبه اللي هي اللي بعده برضه ما عارفين الكي بي ايز خلت هي موجوده ولا الكي بي ايز حيمشي يعني. فالقصه هي القصه دي مشكله كبيره جدا جدا. نعم، يعني دي بارت اوف ذا بروفيشنسيز بتاعتهم والكي بي ايز، انه هو يساهم او تو فوستر اي جوفرمنت، انه دي حاجه هو مفترض يعملها يعني مجبرا اخاك لا بطل. اوكي، دي حاجه من الكي بي ايز بتاعته. الحاجه الثانيه اوكي برضو بتنطوي تحتها اللي هي البلاتفورم يونيفيكيشن. انا لما يكون عندي مالتيبل ERPs وmultiple portals وmultiple application، أول حاجة أنا عندي أول مشكلة عندي، أنا عندي مشكلة بتاعت integration بتاع الداتابيز. أنا محتاج لي system integrator، يعني أنتوا بدل ما تشتغلوا ناس بتاع migration كيف تشتغلوا system integrator. أنتوا طول السنة تشتغلوا في KPIs عشان ناس المرور يدخلوا data عليكم. هنا نحن let's reverse engineer it. أنتوا المركز القومي للمعلومات، أنتوا أساساً one of your role and responsibilities إنكم أنتوا تبقوا the governing body، يعني ده governing body للكلام ده كله، وانتو تو ريجوليت الحاجه دي، يعني انتو ما تستنوا انه هم يبنوا، بالعكس مفترض بارت اوف اكيد دي دائره الدعم السياسي اللي ما عنده مسي موجود، يعني دي مفترض هم ما في انفورسمنت من جانبهم، ما بيقدروا يعني بيدوك انت جايد لاينز. انا بتذكر حضرت قبل كده واحد من ملتقى المعلومات تقريبا الحاجه زي دي، في كل المراكز تبع المعلومات من السودان بيتلموا كلهم والمركز القومي وكده. بتذكر في زميلنا دكتور فخري ده من جامعه النيلين كان بيتكلم معي، وكان في لجنه لها علاقه بالستاندردز بتاعت المواقع الحكوميه يكون شكلها كيف،
انه ما المفروض انه يكون فيها سكرولينج يعني الشاشه بتاعتها مظبوط. الميم وفي دكتوره غاده كدوده برضو كانت جزء من الجهود بتاع ساندرزي ولا مشروع ثاني له علاقه بالمركز القومي للمعلومات. الناس ما قاعد تعمل الكلام ده، يعني انت بتطلع جايد لاينز لكن هو زول بيشتغل بك. شوف اللي يسمع هو اكزاكتلي دكتور انور، دي الاشكاليه اللي احنا بصددها. الجوفرنس فيه اشكال كبير جدا جدا، يعني بتيجي تلقى انه انا بحنس المؤسسات الحكوميه عشان تعمل حاجه، ليه؟ لانه انا ما عندي سي عليها، فيبقى الحته بتاعت الجوفرنس دي هو ريسبونسبل اباوت وات انا كان اكاونتبل لشنو، بتبقى دي الاشكال. فدي لو ما اتحلت باقي الاشياء ما بتتحلل بعدها. انا هسه الليله جزء من عدم استدامه الخدمه بتلقى الموظف ما في اصلا عشان يدي الابروفل واي فور، انا عامل تطبيق انت ممكن تشغله من تلفونك في بيتك. يعني نحن محتاجين تماما للسند والدعم السياسي المطلوب اللي بيخليك تقوم بالرول بتاعك. دي الاشكال الاول. الاشكال الثاني انا داير اقول انه موضوع الاكاونتابيليتي للناس ده ما موضوع بتاع تحانيس، ده موضوع كمبلسري باي لو، عشان كده نحن نتكلم عن قانون الحكومه الالكترونيه. في حتة برضو مهمة يا دكتور أنور أنا داير أقولها، استخدام الناس للمواقع الحكومية من الجانب الحكومي فيه إشكالات، بذاته فيها إشكالات. المواقع مش المواقع الحكومية، حتى التطبيقات اللي أنت بتحتاج منها ديتا فيها إشكال بتاع إنتجريشن ديس واي فور، لأنه المركز جاء بعد إنشاء الحاجات دي. يعني ما كان عندنا السي على انه انت تجيب ياتو سيستم بتاع اي ار بي، ما كان في الحاجه دي والى الان فيها اشكالات. طبعا ده برضه نضيف لها قصه الفساد وتضارب المصالح وانه بيكون في زول وكيل وزاره ولا وزير ولا اشكالات كبيره جدا. طالما يعني شفنا نحن المساله المباني بتجي واقعه نسيب الوزير هو المقاول بتاع المبنى في جهه حكوميه، شفنا القصه بتاعتين والله ودوا اختي تخرج والمبارح من عنده شركه تقنيه معلومات خلوه يعمل لنا موقع الوزاره والى اخره والى اخره من الفساد اللي هو الناس عبرت به من مرحله اللي موجود لاداره الفساد نفسه. انا تكلمت كان يا انور مع الدايره يقولوا برضو يا باشمهندس ابي اذا سمحت لينا دايره اتكلم في الحته بتاعت المواطن محور الخدمه. نحن المواطن محور الخدمه ده هدف استراتيجي بالنسبه لي جواه عدد من الاهداف وعندها الكي بي ايز حقتها. يعني انا الايكويشن ذاته اللي بختار بها الخدمه اللي بقدمها عندها محددات بعينها، الخدمه تردد كم، الانسان بيحتاج لها كم مره في عمره، معدل اداء كم، كيف في فاكتورز كيت الايكويشن عشان انا اقول اشتغل الخدمه دي. يعني الخدمه الاولى شنو والخدمه الثانيه شنو. لكن الان السيتويشن ما كان بالوضع ده. ليه؟ لانه زي ما قلت لك الشغله حسب الزول الاول القاعد هناك. يا جماعه يا ناس وزاره اكس والله يا اخي نحن وضع لايك كده كده صوره منه، بتمشي ثاني بتلقى بالمقابل في زول ثاني في اي تي ديبارتمنت ثاني منفعل جدا بيجينا لحد المركز القومي للمعلومات وعنده الرقبه في انه يشتغل. انا مسؤوله من الفريم ورك بتاع الحكومه الالكترونيه، يعني انا مسؤوله من انه اللايبريز بتاعتي شكلها كيف واعاده استغلالها كيف. يعني انا ما ممكن يكون عندي مكون واحد انا كل زول يمشي يشتري في الحكومه براو، انا المفروض اشتري مره واحده. وانتم عارفين الحاجه دي في السوفت وير هي مرهقه كيف، خلي موضوع الانتجريشن حط الصرف المالي عليها كبير. فهي الشغله فريم ورك بتاع اي جوفرمنت بيفهم فريم ورك اللايبرال شكلها كيف، اللاير بتاعت الانفراستراكشر شنو، اللاير بتاعت السيستم كيف، اللاير بتاعت الابلكيشن كيف، اللاير بتاعت الشانل بتاعت تقديم السيرفيس ذاتها كيف، وهكذا لحد ما تكتمل كلها. الحاجات دي كلها لازم تكون سبورتد باي لو باي لو. انا قبل كده دفعت الضرائب بتاعت المغتربين دي دفعتها مرتين، والحكايه دي انا بذكرها طوال لانها من اكثر الحاجات الغايزاني وما حنساها طول عمري. لما مشيت المغتربين عشان ادفع قالوا لي جيب الايصال، دخان الايصال شنو، انا دفعت بالايصال الالكتروني والمفروض يكون في السيستم. قال لي يا اخي اي قلت لهم دفعت، قال لي دفعت وين؟ قلت له في بورت السودان، وكنت في الخرطوم يعني. قلت لهم دفعت في بورت السودان، قال لي ولايات؟ قلت له ولايات هاي، قال لي ولايات دي تدفع ثاني. ده كان الحل الوحيد وانا مسافر بكره. يعني دي من الحاجات اللي خلتني انا حزين جدا جدا، واعرف انه والله يا اخي المايند سيت فيها مشكله. اي في مشكله كبيره جدا جدا، والموظف اصلا بيستمتع بقصه انه الشبكه طاشه والحياه
معنا برضو باشمهندس عمار سعيد وعمار صديق من الناس اللي برضو عنده باع في الموضوع. تفضل يا باشمهندس عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عليكم السلام. مرحبا بك باشمهندس عمار. الله يبارك فيك. عمار وراوي اتش بي. الله يرحمك. بس ما حركوا هناك تبغوا لسه لحد. انتوا ناس الاي جي ايش روح كيتكم؟ واحد قاتلين عجلات والثاني اتش بي. اوكي تفضل يا عمار. بارك الله فيكم. شكرا يا باشمهندس واستمعنا والله على ال مرحبا التقديم بتاعك بالنسبه لمركز المعلومات. ممكن انا كنت كلمت مع الدكتور نور وبيداق يعني جاء المركز ده قبل شويه. احنا جينا في 2013 ايام التدشين. يا ريت تعرف نفسك برضه يا عمار عشان يكون الله يسلمك. عمار صديق اسماعيل، انا منسق المشاريع الالكترونيه في وزاره التعليم والتعليم العالي القطريه. ويعني بشكل برايفت انا يعني بتكلم بجانب يعني خاص فيني اكثر من الرمان، لكن دي وظيفتي يعني. فالوقت ذاك انا ما كنت بشغل المدير الاقليمي الفني لسايبر سكول تكنولوجي سوليوشن، ودي كانت سبب الزياره لنا للمركز القومي للمعلومات. واستمعنا لشرحه على المركز وعن ادواره وعن امكانياته وكذا. في الحكومة الإلكترونية، المشاريع الموجودة، الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، شبكة الولايات، أشياء كثيرة سمعناها واستمتعنا بها جدا في برزنتيشنز كثيرة. الدهشني جدا إنه المعوقات اللي عرضوها لنا في 2013 هي كان نفس السلايد اللي حطيت لها قبل شوي. أول حاجة هنا في 7 سنة انا ما اعرف مشيت وين 7 سنين دي اصلا حاجه يعني اذا كانت نفس الاشكاليات بالضبط، يا كانت اجزم انه هي نفس الشريحه ونفس السلايس اللي سمعناها في الوقت ده. ما نفس الشيء. ايوه الفتره دي صعبه. السودان ده 7 سنين وضوئيه. اذا كان عندنا 30 سنه من عمرنا ما عرفنا مشيت وين اصلا. فدي كلها يعني اشكالات وبعدين في اشكاليه انا لاحظتها يمكن وبيدا ذكر جزء منها. الواحد في السودان يعني المركز القومي للمعلومات والاستات المهمه في السودان اذا يعني بتحاول تستضيف الناس من برا وتجيبهم عشان تشرح لهم وكذا، لكن بمجرد ما انت تذكر انه يا اخي احنا يعني ممكن نعمل مبادره معينه او ممكن نسهم بمعرفتنا في مشروع معين، يقوموا يطلعوا لك 60 نفر ويطلعوا ورق من الدراج ويقول لك لا الكلام ده احنا عملناه وهدي الدراسه ودي الماستر بلان ودي البروجكت كذا وخدتوها لك انت ذاتك يكون ما عندك. فبعد ما تمشي منهم برجع الدوري في انتظار الزياره القادمه. خلينا منك. انا ما فصراحه يا جماعه احنا كنا نتكلم في قبل مين. انا اتذكر واحد من الجماعه اللي معاكم في المركز ده في الزمن ده يتكلم لنا على الان جفرمنت ذاتها كانت لسه جديده. فالراجل اللي معانا الضيوف من برا فقال له والله هذا كلام ممتاز جدا، هذه اللحظه جايب لنا الفوت وقد عندكم حاجات ويتكلموا. فقلت انا ذاتي فعلا بعد ذاك قلت له ذاك هو انا متاكد الراجل ده هسه لو كان موجود وجاي حضر هسه كلامك ده وحضر البرنتين ده حيصون صدمه كبيره جدا جدا. ما في جديد. الله يبارك فيك. الله يسلمك. شكرا لك وبارك الله فيك. شكرا لك يا باشمهندس. طيب معنا عمار التهامي. عمار يا ريت تعرف نفسك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا عمار ربيع التهامي من المركز القومي للمعلومات من فريق امن المعلومات. انا بس بليت بل شديد في درفات يا عمار. فعلا احنا هي طبعا الحاجه دي لانه قد تكون هو الفوكال بوينت بتاع الناس المهاجمين. المشكله وين في 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 الموضوع بتاع من المعلومات ده كله انه احنا بنتواجهنا صراحه 3 مشاكل اساسيه كويس. المشكله الاولى انه الاويرنس بالنسبه للناس اللي هم مسؤولين من المواقع الالكترونيه دي، يعني نحن قدر ما نتكلم قدر ما نطلع لهم ورقه ونتكلم يا جماعه اعملوا كده ما تعملوا كده الفاليديشن شنو بتجي تلقين الموقع يعني ما عندي علاقه بالكلام. انا في واحد حكى لي حكايه ظريفه قال لي في يعني هاكر بيمشي كل يوم يخترق موقع محدد موقع حكومي وبعدين بيخد لهم في الهناي بتاعه في الفرونت بيج بتاعته ديفيس من طيب بيخد لهم رساله ولا حاجه. فالشاهد في الموضوع ايوه كل يوم بيعمل له البتاعه دي هم عندهم باك اب كده بيقوم بيشيله يخدوه بيرفعوه
نفس الباك اب، الباك اب اللي فيه المشكله ذاته. فقال يعرف انها لما نزيج منهم قام كتب له قال له اخواننا يا اخي الباتش بتاع الحاجه دي توقفوا كده وتعملوا كده وتغيروا الكود الكيل، هو زاد وزيج الهاكر. يلا انا اديك يعني مثال بسيط لواحد من المواقع اللي كان شغال لسي في الحجمه الاخيره دي. تخيل يا باشمهندس انه نحن لما مشينا راجعنا اللوجز وراجعنا الحاجات دي كلها اكتشفنا انه مدير الموقع عامل ديسيبل للسكيورتي فيتشرز للفري ورك اللي هو شغال به الموقع. فيعني الموضوع بعيد شديد، يعني محتاج شغل كثير. انا ذاتي لو زول بيبسطونه بس يلف الحتات دي. عملت توعيه والله يا باشمهندس في بعض الولايات في بعض المراكز واشتغلنا، لاقي لسه الشغل صراحه كثير. الناس اللي احنا شغالين كلنا عباره عن 11 او 12 مهندس، اغلبهم شباب لسه في بدايه عمره. ومعاكم كل الباحثين السودانيين، احنا في الخدمه، احنا في خدمه الوطن يا عمار. لو في اي حاجه نقدر نعملها الكلام ده ما كلام هناي ساي. عندك عندنا احنا ناس موجودين ادمنز الباحثين السودانيين وغيرهم عندهم اعلى الشهادات في السايبر سيكيورتي، اعلى الشهادات، يعني حاجات ما في زول في السودان عنده، وكلهم مستعدين يخدموا الوطن. يعني ناس والله على مستوى عالي جدا جدا، وعندنا مجموعه كامله مختصه بالاي سي تي. تعال في المجموعه دي قول يا اخواننا انا داير لي فيها 8268 نفر، انا حامل لك شير للسكرين. الناس ديل تعال قول يا اخواننا الفزع، قول يا اخواننا النفير من اجل الوطن. تلقى اي حاجه دايرين هنا ما دايرين من ندفع من جيوبنا دي، وشفت دمنا ده للوطن. بس ورونا يعطيك العافيه يا دكتور. ما في مشكله يا باشمهندس. دي اللي هي الحاجه الثانيه، حته انه الناس يا داب شباب صغار وشغالين. انا شخصيا يعني انا ذاتي يعني واسعي، يعني الحمد لله عندي ماستر من يونيفرسيتي اوف برادفورد سايبر سيكيورتي. لكن الفكره ما بس انه انت المفروض تكون كفرد كويس، المفروض المنظومه ذاتها تكون كويسه. كلها المنظومه ذاتها البشر هم اضعف حلقه في الـ في الـ في الـ ايوه يعني كل واحد ممكن يعني يجيب لك مشكله كبيره. ايوه نحن اسي زي حصل مثلا في تويتر، المشكله كلها كانت من موظف، يعني هو ادى الاختراع تويتر كامل وكذا. والستوكس نيكست برضه في ايران برضه المفاعل النووي بتاعه. أيوة. يعني في حاجات كثيره ممكن تحصل من البشر. انا معاك، انا بقول بامن على كلامك تماما. الحاجه الثالثه اللي هي دائما نحن لما كفريق بتاع امن معلومات او كمركز امن معلومات حكوميه بنرفع احتياجاتنا في كل سنه لوزاره الماليه. يعني نحن مثلا من الافكار كنا دايرين نعمل حاجه اسمها سنترال سوك، بحيث انه نحن نكون قادرين نشوف كل الترافيك الجاي والمارق، نعمل له تحليل نشوف الحاصل شنو المشكله وين. لكن صراحه ما في تجاوب، يعني ما في احتمال يكون ما في فند، احتمال يكون ما في درايه بالموضوع اللي احنا شغالين فيه. في فند للعربات اخر موديل، وفي فند للما اعرف شنو بتاع. والله يا دكتور اذا سمحت لي هنا شويه كمان في حته الفوندنج دي، عن اذنك يا باشمهندس عمار تسلم. وزاره الماليه دائما لما نحن نرفع الميزانيات بتاعتنا، يعني ترفع الميزانيه بمبالغ بيجيك ب 10% من المبلغ المرفوع اللي انت اصلا ضغطته وخطيت فيه كل اولوياتك وشغلته بكل التولز الممكن عشان تشغل بس الشغل في السنه دي. فدي الإشكالية الكبيرة جداً طبعاً صراحة. دي مسألة بتوري إنه شنو، إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات. يعني إذا كان حاجة أنا ممكن توفر لي مثلاً 10 مليار دولار في السنة من ميزانيات تشغيلية، لكن محتاج أدخل فيها مليار دولار رسي. فدي مسألة بتاعت عدم ترتيب الأولويات. ودي إنه والله أخي الاقتصاد بتاعنا طوالي ملاحق المشاكل وبيحاول يطفي الحرائق، ما إنه بيعمل والله long term plan. والحاجة دي لازم نغيرها. أضحكك يا دكتور، نحن بنكون دايرين نشتري تول، التول مثلا ب $500 سي مثلا $500، وزارة المالية بتقول لك خلاص أنا بديك السنة دي $20 والباقي خليه لي باقي السنين الجاية. لا حول ولا قوة إلا بالله. المركز ما عنده إمكانية يا جماعة إنه يعني يمول نفسه بأنشطة يعني داخلية. المركز ريجوليتر يا عمار، ما عنده طريقة، ما عنده طريقة ولا عنده هو ريبورتد لوين يا دكتور؟ مجلس الوزراء. هسه حاليا المركز بريبورتنج لوين يا شهر؟ مجلس الوزراء. مجلس الوزراء
أمانة مجلس الوزراء. مجلس الوزراء، أمانة شؤون مجلس الوزراء. اوكي تمام. طيب نسمع نسمع من سامي. تفضل. طيب يا عمار كمل. بس حاجه اخيره عن عشان اوريك يعني المقدار بتاع التوعيه المحتاجينه نحن في السودان في المجال بتاع من المعلومات. مره مشيت احد المرافق الحكوميه بدون ذكر اسماء، فكانوا بيورونا في كنت انا بتكلم معاهم انه يا اخي نحن انتوا اللي حاصل لكم ده ليه، ده شوف انتوا الانفراستراكشر بتاعت السكيورتي بتاعتكم كده. هو قال ايوه نحن عندنا فاير وول كذا 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 ممتاز جدا. قلت له ده خلاص اوكي نمشي نشوفه. اداريه وخطوط في الدولاب يا باشمهندس وقافلين عليه والباب. انا ما عارف ده لازم يكون يعني كويس جدا طبعا، لو طلعوا يوقفوا الدولاب ده يكون بصحه جيده ما عنده مشكله يعني. هو جديد فعلا جديد واشتروه بعطاء تقريبا حسب كلامهم، لكن لانه هم ما عارفين يشغلوه كيف او ما عارفين يعني يعملوا بيه شنو، فبقى قاعد في الدولاب. وغالبا بعد كم سنه اللايسنس حقه حينتهي حيظل في الدولاب يعني. صحيح. طيب احنا برضو يا اخواننا عشان نوري الناس المتابعين للسيمينار ده والناس اللي هيجوا يتابعوه للمستقبل انه يا اخواننا عندنا جزء بهم يعني احنا كمواطنين صالحين يفترض انه نكون اوير باننا جزء من الـ من الـ من المشاكل دي. اي واحد فينا في الحته في الموقع بتاعه الحته اللي قاعد فيها انت محتاج خدمه كويسه، الخدمه الكويسه انت جزء منها انك انت تطلبها، وعشان تطلبها لازم تكون عارفه هي شنو ذاتها. يعني انت ما ممكن تكون انت ما عارف الحاجه ما عارفها، لازم تعرفها وبعدين تطلبها. فالجزء بتاع التوعية ده اخوانا لازم نساعد فيه كلنا، يعني بالذات السقرات اللي بنخليها اخوانا زي الزول اللي قاعد ماسك له سلاح حارس له بوابة، زي الزول الطبيب في المستشفى ماسك له مشرط في عملية، زي الزول اللي قاعد مهندس بني له في بناية. كلنا الوعي ده لازم يكون عندنا كلنا، من الحياة دي بتاعتنا كلنا لازم ندافع عنها ولازم نطلبها ولازم نجود الخدمة بتاعتها. ناخد مداخلة بس من دكتور سامي. دكتور سامي صالح. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمه. يا ريت تعرف يعني انا سامي حسن عمر اكس طبعا تي في ار اي او اكس الهيئه حاليا اس تي سي السعوديه ريجوليتر ديبارتمنت. طيب الحقيقه انا عاوز اتدرج بس في المداخله وان شاء الله ما حاطول. حابداها من مشكله فنيه ونحاول نشوف بعدها كيف احنا نشوف الجوفرنس بتاع القطاع ككل. حاليا الموقع بتاع الحكومه الالكترونيه اللي هو الاي سودان دوت جوف اللي ذكرته سهى وتحاول تجرب انه ما اشتغل بتريسنج بسيط انه الموقع ماخذ ريسورسز ما المفروض ياخذ موقع يعني الكتروني. ماخذ ريسورسز هي غالبا حصل لها اساينمنت لمقسم الانترنت اللي هو اي بي باد 62، والاي بي ده ما المفروض يكون يعني ياخذ موقع الكتروني زي بتاع الحكومه الالكترونيه. ولا حتى شفت انه حتى فيه موقع وزاره الداخليه، وزاره الداخليه اشتغل معي ده ما اشتغل، فهو ما حيكون ستيبل لانه الريسورسز اللي مبني عليها هي ما ريسورسز مخصصه للموضوع بتاع انه يكون في ويب سايت، المفروض تكون بس للراوترز وكريتيكال انفراستراكشر ريسورسز. اعتقد غالبا المشكله انه هو المركز عنده تو رينت اي بي ادريسز، واحد للكريتيكال ريسورسز وده مجاني من الافرينك، واحد ثاني اللي هو ده بيدفع عليه قروش اللي هو المفروض يكون بتاع الداتا سنتر. غالبا بتاع الداتا سنتر ده ما دفعت القروش وتحولت كل الترافيك للثاني. فيا ريت يا سهى تحلوا المشكله دي قبل ما نخش. نراجع ما غالي، اعتقد هي كلها 4000 في السنه الرسوم بتاعت ال هي 1000 يا دكتور، 1000 دولار بير اعتقد اكثر 4000 تقريبا للرينج بتاع المركز. انا طبعا اتكلم عن معلومات هيستوريكال قبل 4 سنين، حاليا ممكن يكون ما ابديت. طيب ده بيقودنا لانه سهى قالت انه بيمشوا للوزارة الماليه وبدهم 10% وكده. ده لانه اللي بيتكلم مع وزير الماليه بس مدير مركز او مدير جهه، فما في نفس المستوى عشان يقدر يشد ويتجاذب معه. ما بتكونوا مؤثرين في الجلسه بتاعت مجلس الوزراء لانه الراكنج بتاعكم في الحكومه لا، لأن الحكومة مخترعة بحكاية الـ ICT لحد هسه. حتى يعني نقول حتى الحكومة الجديدة بنينا عليها آمال، الذراع بتاع الحكومة اللي هو جزء بتاع تقنية المعلومات خلاه يعني جزء من مجلس الوزراء وحدة إدارية، والذراع الثاني اللي هو بتاع الاتصالات ما تابع لها، يمكن حاليا أحسن شوية رئيس السيادة، لكن في الأول كان تابع لوزارة الدفاع. يعني ما في أي سنس في الموضوع. فنحن مفروض نضغط في حكاية إنه يكون في جهة في الدولة في وزراء نفس الليفل بتاع الوزراء الباقين بتمثل قطاع الاي سي تي،
عشان نقدر نضمن كل الـ 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 الجهات تقدر تنفذ السياسات بتاعت المركز. حاليا سياسه المركز دي ما بتقدر تفرضها على وزاره الصحه، ما بتقدر تفرضها على وزاره التعليم العالي، لانه هناك في وزير، هنا في 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 مدير، فما حنقدر نفرض السياسات من تحت لفوق. انه تجمع جزر المعزوله برضه ذكرت الكلمه دي وما كنت حابب اذكرها، لكن للاسف ده الواقع. يعني معلش بس سهى ما تزعل، زمان احنا كنا في الهيئه كنا بنقول المفروض المركز ده يبقى اسمه فعلا المركز القومي لتقنيه المعلومات. ما في معلومات حقيقيه مفروض يعني تخزن في المركز، هو بيوفر تقنيه المعلومات للجهات اللي عندها معلومات. حاليا من العرض بتاع سهى في الاول يعني واضح انه اسمه المركز القومي لاداره المشروعات. مجموعه كبيره من المشروعات بيدير المركز، ما اعتقد ده المانديت بتاعه. المانديت بتاع المركز زي ما ذكرت برضه سهى في الـ في الـ في البرزنتيشن، انه وضع السياسات، وضع السياسات بليفل اعلى اللي هو ليفل بتاع وزاره. دي الحاجه اللي احنا ناقصناها. المشروعات دي بتدينا وفود او تنفذها شركات ثانيه تابعه للمركز، تابعه للحكومه، تابعه للقطاع الخاص وطبعا. حاليا الحاصل انه في يعني بعض المشروعات بننفذها مركز النيل لبعض الجهات الحكوميه، في شركه كوشايت بتنفذ معظم المشروعات بتاعه وزاره الداخليه، الجيش برضه شركه بتنفذ له مشروعاته، في شركات خاصه في القطاع الخاص بتنفذ لمجموعه من الجهات الحكوميه وكذا. فكل واحده جزيره معزوله، كل واحده بتتكلم في رينج مختلف. حاليا وزاره الخارجيه السودانيه مجموعه من المواقع بتاعت السفارات بتاعتها موجوده في دوين ما بتاع السودان، دومين او دومين بتاع دول ثانيه. يعني في السعوديه هنا السفاره الدومين بتاع الرسمي، انا بخش عليه عشان اشوف سفاره بلديه، موجود في دومين دوت كي اس اي، دومين بتاع السعوديه. فده طبعا غلط كبير طبعا، ودي سياده الدوله، انا اتكلم عن سياده الدوله، والسفاره تكون محافظه معلوماتها في 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 دومين بتاع دوله ثانيه، فما مقبول اصلا الكلام ده. فنلخص نقول انه في مجموعه من المشاكل التقنيه، واحده منهم حكايه الاي بي اللي بنقول فيها دي، ودي طبعا اكيد ما مسؤوليتها، اكيد في اداره ثانيه. في مواضيع ثانيه اللي هي بتاعه الاكستشينج بوينت، برضه مواضيع تقنيه نحاول نحلها بانه نشوف فعلا خبراء في المجال يقدر يشتغلوا لنا في الكلام ده. في السودان اكيد في، وناس انور والمجموعه الباحثين اكيد حيوفروا لكم خبراء وتار عشان يدوكم النصائح دي، لكن لما يدوكم نصيحه المفروض تنفذ. يعني سهب قبل البس دي في ونسه كده، بس قلنا انه قالت لي انه الاكستشينج بوينت حولت من لير 3 لير 2. لير 3 لير 2 دي النصيحه قلتها يمكن قبل اكثر من 6 سنين، اتنفذت السنه اللي فاتت. فخمس سنين عشان ننفذ الكونفيجريشن ما بياخد له يعني اسبوع او كده. فلما الناس يقدموا نصايح مفروض يعني يكون في شانل عشان تقدر تستقبل النصايح دي وتقدر تقيمها طبعا في الاول وبعدك تنفذها، لانه ما حيقول لكم كلام اكيد ما يعني حيضر البلد. والحاجه الفوق اللي هو يعني المركز نفسه انه ندي باور اكثر للقطاع بتاع الاي سي تي، انه نضغط باي طريقه ان كانت سياسيه طبعا مفروض انه يكون في وزاره للاتصالات وتقنيه المعلومات. شكرا جزيلا. طيب دكتور سامي، قبل ما تمشي السؤال حول هل عندنا اي بي ادريسز بيستخدموهم الهاكرز بس حاليا عالميا وبيبقوا كانه ده الاي بي ادريس بتاع السودان اللي بيعمل هاكينج للجلوبال نتورك؟ ده طبعا سؤال محرج يا انور. ايوه، في اي بي ادريس حقه السودان ما مستخدمه حاليا، هي تبع وزاره التعليم العالي طبعا، بقول كده بدون مشاكل يعني، وبقول اسماء لانه اسم الزول المدير للدومين ده موجود في الانترنت يعني، وخشيت ارجع اسم المدير الحالي للرينج دي، في رينج كبير جدا /17 اللي هي 2 وس كم 4 2 وس 14 يعني اتكلم عن 14 64,000 عنوان دي مستخدمين الهاكرز في 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 حياه ثانيه باسم السودان. فهذه برضه حاجه خطره جدا، وبرضه يعني لانه ما في سيمه المركز على 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 التعليم العالي انه الاي بي دي لو ما اشتغلتوا بها تعملوا لها حاجه معينه عشان ما يتم استغلالها. ففي في مشاكل كثيره دي بنقول عليها مشاكل تقنيه، لكن اصلا الامبريلا نحن عندنا فيها مشكله انه السي بتاع حتى المركز، حتى الهيئه القوميه للاتصالات، حتى المطابقه الالكترونيه، السي بتاعهم اقل من كل الوزارات الحاليه موجوده، وما عندهم اي باور انه يقدروا يفرضوا عليهم سياسه او يقدروا يفرضوا عليهم يعني اي اجراءات يتخذوها عشان السكيورتي، عشان البرفورمانس، عشان في قروش كثير بتدفع. يعني الاي اكس بي ده ما حاقول شيء طبعا، لما يتعامل بمليون دولار، بمليون و2000 دولار عشان اكون دقيق، قبل يمكن 6 سنين تكلفته الحقيقيه ما بتفوت ال 100,000 دولار مهما عملنا من فانسي يعني اكويبمنت مفروض، حتى على مستوى الدوله، حتى لو شفتوا التجارب الثانيه فتصرفت قروش، لكن بعد ذاك الاستفاده منه كيف؟ لانه الديزاين بس كان في مشكله ما استفدنا منه كدوله، وزي ما شفتوا حتى الانترنت قطع من الحكومه في اخر العهد السابق،
اتقطع الانترنت من برا. طيب ليه التطبيقات الجوه ما اشتغلت؟ البنوك ما اشتغلت، وترحال ما اشتغلت، ليه التطبيقات الجوه السودان ما اشتغلت؟ لانه الترافيك بتاعتنا بتاعت السودان جوه بتطلع برا وبعدين بتجينا. طيب نحن ليه خسرنا مليون دولار نعمل اكستشينج بوينت عشان الترافيك دي ما تطلع برا؟ فكلها حكايه متشابكه ما بنحلها الا نوفر غطاء امبريلا لوزاره تكون عندها سلطه على على مستوى الوزارات، على مستوى الجهات الحكوميه في البلد. شكرا جزيلا دكتور سامي، انت عندك كلام كثير، انا عارفك وعارف الحاجات، وغيت ربنا يرد غربتك ان شاء الله والبلد يستفيد من امكانياتك وخبراتك. يعني ربنا يرد غربتك، دي دعوه لي ولا دعوه علي في الايام دي؟ دي دعوه لي. دكتور انور لو سمحت لي بس مداخله صغيره اضافه لكلام باش مهندس دكتور سامي. شكرا لك يا دكتور، وزي ما قلت لك ربنا يرد غربتك، لكن خليك قاعد في السعوديه ويرد غربتك هنا، ما مشكله. اللي أنا داير أقوله موضوع مقسم الإنترنت، حقيقة في بعض المعلومات ذكرها يمكن هسه الدكتور، إنه نحن كانت قطعة الإنترنت أيام الأحداث الفاتت أيام الثورة، ناس كانوا معولين إنه نحن نقوم نشغل الخدمات اللي حقتنا على الأقل الداخلية تكون شغالة السيرفيس. فحصلت كان في شد جذبي عنيف جدا جدا بين مختلف المكونات هنا، لكن الحمد لله حسن داير أطمن الناس إنه الناس هسه نحن مشينا للاير 2. في بعض الشغل الفني لسه ما اكتمل، ويمكن دكتور سامي سرد بعض الحاجات، لكن الاستراتيجيه دكتور سامي الحكومه اللي شغالين عليها التنفيذ بتاعها للقطاع الخاص، يعني نحن ما قاعدين، يعني حتى البروجكت بتاع البوابه بالمناسبه ما شغالين انه ناس المركز القومي للمعلومات شغاله او شركه، فنحن بنقول انه دائما التنفيذ لمشروعات الحكومه الالكترونيه هو شان القطاع الخاص، وبالعكس القطاع الخاص نحن دارين يعني هو مقسم لسيجمنت بطريقه معينه، شنو ممكن يشتغلوا محلي، شنو ممكن تجيب له انترناشونال بارتنرز من برا وهكذا، لكن السياسات والتشريعات هي شأن تنظيمي بخصوص الحكومه السودانيه، ده الدور اللي قاعد شغال عليه المركز القومي للمعلومات. عشان كده نحن في الشابتر بتاع الجوفرنس يمكن يا دكتور انور لو سمحت لنا بيسنشن سيشن ثاني نتكلم فيه عن الجوفرنس بس بتاع المركز القومي للمعلومات. نعم دي اول سيمينار من سلسله بتاع سيمينارات حول قضايا المعلومات في السودان بصوره عامه. نعم تفضل. ايوه لانه القطاع الخاص هو اقدر على تنفيذ المهام. خلوا الحكومه هي تضع السياسات، تراقب تنفيذ المشروعات، في تشوف بحسب الكي بي ايز اللي تخطط لها اذا عملت ولا لا، والمسائل بتاعه الجوفرنس دي مين للايشو الاساسي فيها يا دكتور؟ الجوفرنس الانتجريشن. يعني نحن في الجوفرنس بنتكلم عن انه يا اخي الجزر المعزوله اللي انا اتكلمت عنها دي المفروض هسه ما تكون موجوده، لكن حنظل بالوضع ده الى ان تتغير القصه دي. فبتمنى انه نحن نكون بيتو عملنا هايلايت كده لعدد من المشاكل، وممكن يعني نغوص في تفاصيل كثيره بالمناسبه. يعني نعم احنا عندنا ان شاء الله دايرين نشوف موضوع الدفع الالكتروني، دايرين نشوف المساله بتاعتنا. نعم في عدد من الموضوعات المهمه اللي لازم نعملها، واحنا حاليا في مرحله بتاعه انتقال من العهد البائد الى العهد الديمقراطي باذن الله، فلازم نتكلم عن كل المواضيع بتاعتنا بشفافيه وانفتاح وشجاعه بحيث انه نمشي لمستقبل افضل. ناخذ اخر مداخله من ابي الزين. ابي أنا عندي مداخلة يعني دقيقتين كده بس وبعدين يعني الليف دي. أول حاجة المداخلة بتاعت يعني تكملة الكلام اللي كنت قلته أنا بالنسبة لأنه وزي ما قال دكتور سامي موضوع وضع، يعني أنا سابقا اتكلمت مع المهندس أبو بكر زمان 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 موضوع إنهم how they set in the يعني في الاستراكشر بتاعت الجوفرمنت. لو احنا عاينا لموديل مثلا بتاع دبي، بتاع دبي عندهم حاجه بسموها دبي سمارت جوفرمنت. دبي سمارت جوفرمنت اتس ا ديبارتمنت ويذين ذا فيدرال جوفرمنت بتاعت الامارات. الناس دي جست ريسنتلي عملوا وزاره اللي هي المعلومات والذكاء الاصطناعي، عملوها السنه اللي فاتت. يلا دبي جوفرمنت سمارت جوفرمنت هم they own and they maintain الداتا. يعني كيف؟ يعني هم بيعملوا عندهم 1 اي ار بي بتاع دبي ده سنجل ساين ان بتدخله. انت كمثلا مقدم خدمه بتاع الاميجريشن انت تدخل على نفس السيستم بس عندك بريفيليج بتختلف من الزول بتاع
مثلا بتاع ديوا بتاع دبي ان ووتر ان الكتريسيتي بيختلف. ف هم يعني هم في النهايه مستخدمين، الجهات دي مستخدمين. فانت لما when you own the system يكون عندك دعم سياسي وانت you own the system، وفي النهايه وزاره الخارجيه وزاره الماليه وزاره المعارف شنو، في النهايه هم مستخدمين. دي 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 تبقى ممكن step in the favor of of المركز القومي للمعلومات، انه هو يبقى الكور بتاع الخدمه، مش هو انه هو بيسال الناس انه هو تديهم الخدمه. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي تقريبا في اخ ذكر انه المركز ما يقدر يدخل دخل هو بنفسه. لو شفنا موديل ممكن دكتور سامي الان زور شغال في اس تي سي، واس تي سي كاستمر بتاعي وبقابلهم كل اسبوع، كنت قبل الحظر ده. ف بيتعاملوا مع شركات زي مثلا الجي اس ام اي. الشركه الجي اس ام اي دي شركه اورجانيزيشن ما خاصه وما عامه، تمام؟ هي مجموعه من الناس الريجوليتر، كان فيهم اخونا عمار حمدين، وكان فيهم ناس يعني كميه من الناس كانوا هم برضو جايين من ريجوليتري باك جراوند. الناس دي هاو دي مونتايز، مونتايز كيف؟ انه هم بيطلعوا وايد بيبرز، بيطلعوا كيس ستاديز، بيطلعوا حاجات بيبيعوها، لانه هم دي اون ذا داتا. يعني انت كمركز قومي للمعلومات افترضك تكون اكبر سي ار ام موجوده في السودان وكل الداتا هي مفروضه عندك، الداتا دي انت يو كان مونتايز على حسب الجي دي ار بي ار بتاعت الداتا ريجوليشن الجديده، وانت تقدر تعمل لها. ممكن تطلع برضو اندستري وايد بيبر واندستري ستاديز وكيس ستاديز والحاجات دي، يت يو كان مونتايز من الحاجه دي. القصه الاخيره اللي هي بتاعت الالكترونيك بيمنت سيستم، الالكترونيك بيمنت سيستم دي حيكون عندها حلقه كامله عنها بس انا عندي بس جزئيه نعم. فيها اي بي اس وفيها بنك السودان جزئيه معينه نعم. زي ما ذكر دكتور سامي وانت ذكرت برضو انه الـ IP addresses بتاعت السودان بتستخدم بيستخدموها الهاكرز وبيستخدموها في بلاك جوبز والحاجات دي. للأسف السودان when it comes to the mobile money والـ e-wallet solution والحاجات دي لحد ما regulated. السودان بقى عبارة عن بركة لغسيل الأموال. أنا ممكن واحد يجي بمليار جنيه ما معروف مصدره وين، يشتري باك كرة رصيد الشغل البلدي ده ويمشي يبيعها في الدكان الجنبه، القروش دي كلها داخلة. السودان السنة اللي فاتت براها استوديز كده قالوا إنها more than one point something billion US dollar كانت out of banking cycle transaction. خليك من الشغل تجار العملة والكلام ده، الموبايل ماني ده يعني حاجة من الحاجات اللي هي المين threat للناشونال سيكوريتي. القروش ذات الموبايل ماني بيستخدموها في الهيومن ترافيكينج، بيستخدموها في البروستيتيوشن، بيستخدموها في التيروريزم، دعم الارهاب والحاجات دي كلها بيستخدموا فيها الموبايل ماني. فكريجوليتري بودي انتو كمركز قومي للمعلومات وكريجوليتر انتو اعلى من الاتصالات اساسا، اعلى من شركات الاتصالات، انتو بتخطوا لها البوليسز والريجوليشن والكلام ده. حتى لو دارين تجيبوا لنا سبيكترم بتاع 5G ولا بتاع، انتو بتدونا اللايسنس انهم يعملوا. فانتو مفترض تريجوليت الحاجات دي كلها. ناس هيئة تنظيم الاتصالات والبريد مال ما هي ما تبقى ما نفس المركز بتاع even الموبايل ماني. انا بس دايره دي اضاءه صغيره. even الموبايل ماني الان مشينا خطوات كبيره جدا وظهرت بوليسيس. انا ما عارفه انه قدر شنو الناس هي على اطلاع بالحته دي، لكن مشى خطوات تنظيميه كبيره. يعني ممكن نحن في الجلسه الجايه ويزين الشغل بتاع الدفع الالكتروني يا دكتور، نحن نقوم نوري الحاجات الحاصله فيه سبيسيفيك ليشن. واسي احنا الجلسه دي جلسه فاونديشنال وبنحاول نوري ده. باشمهندس احمد داود من ام درمان ده من الشعبيه البحري داخل بيقول لك انه انا قاعد في السودان وما عارف. فالكلام ده جزء من الاويرنس، يعني ما كلام نهائي، لسه في تفاصيل وفي تحديات كثيره. احنا لو قعدنا نسرد في التحديات لحد بعد بكره راح نخلص، لكن هاي الاويرنس العام والاهم من ده. احنا هسه قاعدين نتكلم مع بعض كلنا من المحتل الباحثين السودانيين كاي تي بروفيشنالز كناس ريسيرشرز الى اخره، وهنوفر حلول. النتورك الاستابليش بتاع دي وحده من الحاجات اللي كان ما ممكنه في عهد النظام البائد، السي ممكنه. كلنا خلونا نساعد فيها ونعمل الحاجه الوطنيه المفروض نعملها من اجل بلدنا. وبي عندك اي مداخله اخيره وبيطريفي لانه زماننا انتهى. ايوه بس مداخله بس اللي هي بس تو سمرايز يعني الحاجه دي، ان احنا اللي هنا عشان نكون فينجر بوينت على حاجه معينه اللي هي اسهل. المركز القومي بصراحه ما عنده باور،
طيب نحن كفي يعني ريسيرشر اللي هو الباحثين السودانيين مفترض نعمل حاجة، يعني الحكومة حاليا ديمقراطية ومفترض أوباً لأي انتقالية لسه أيوة. لكن برضو يعني الناس أوباً ما زي زمان، يعني ما شاء الله بيك في الباب في وشك يعني. فمفترض عشان نكون تسمرايز الحاجة دي، يعني هسه حاليا الأساس إنه المركز ما عنده أي باور، دي أول نقطة معنا. طيب تسدس يعني مفترض نحن نخط مقترحات اللي هو ما شاء الله دكتور سامي من الناس يعني، وهلوم مجرة ما شاء الله من الباحثين السودانيين ما شاء الله، يعني أنا ولا أجي في نقطة في البحر بالنسبة له. لكن يعني منك أنت يا دكتور أنور، يعني نعمل خلينا نقول كده زي وايت بيبر أو كرود ماب للحاجة دي، يعني إنه عشان تفايد إنه يكون في وزارة بتاعت آي سي تي أتليس يعني. يعني عشان برضو انت تكون اوير دي برضو زي ما احمد داود قاعد في بحري وما عارف انه في حكومه الكترونيه وفي خدمات، ممكن انتوا قاعدين في مركز قومي المعلومات وما عارفين انه كان في فايت كبير مدور من مبادره جامعه الخرطوم مع اللي هو الوزير مجلس الوزراء السابق انه والله لازم يكون في وزاره، وفي كلام كثير جدا جدا انتوا بتكونوا بعيدين منه. يعني انتوا قاعدين في الحته لانكم يعني بكل اسف في كثير جدا من زملائنا واصدقائنا واخواننا وكذا ما بيعتبروكم ستيك هولدرز، يعني تجيكم بس الحاجات. يعني انا سياسه لو درجة اقول ان والله المفروض تكون في وزاره الاتصالات ولا بتاع، افترض انه البرج ده يفتشوا امشي طابق يا اخواني. انتوا ناس الهيئه القوميه للاتصالات حصل عليكم شنو؟ انتوا يا ناس المركز القومي معنا حصل عليكم شنو؟ شنو المشاكل؟ شنو الحاجات الكويسه؟ يعني بعمل السوت اناليسيس وبعدها بمشي اقول والله المفروض احصل كده كده، لكن ما ممكن اكون قاعد انا مثلا بعيد وبعايل لكم من بعيد كده واقول والله المفروض احصل كده وكده وكده. واعتقد ان واحده من المشاكل بتاعتنا الموجوده انه معظم الناس اللي بيحاولوا يقدموا حلول ما بيسالوا الناس اللي هم واقع عليهم المشكله نفسها. صحيح كده قال له if you want to help someone يعني shut up and listen، اسمعوا هو داير شنو يعني. ف في مبادره كانت عملت قريبات دي، وفي مبادرة تانية دخلوا في ناي، والناس دي أخذت سايكل كامل ودق دقة الواطع. أعتقد إنه لأنه الناس جهودها ما متوحدة وما قاعد تتكلم مع بعض، هنعمل كول تاني لأنه أخواننا والله خلونا كده نجي، لأنه هم قاموا بإكسرسايز كويس، لكن بكل أسف كان يعني إكسرسايز بجانب واحد ستيك هولدرز التاني ما موجودين. نعمل الكلام ده أنا يعني بأيده تماما، إنه نعمل كول تاني يا أخواننا لس ريستارت البروسيس ده بتاع انه يعني to make the case why we should have a telecom ICT مثلا ministry ولا كده. الكلام ده مفيد لكل الناس كل الاطراف يعني. تمام فيا اخوانا في نهايه الجلسه دي، الجلسه كانت رائعه جدا وواضح انه الناس عندها غيره على بلده ودائره الافضل، الناس دائره خدمات افضل، دائره governance افضل، دائره transparency افضل، دائره lack of corruption الى اخره، والحياه دي كلها بتتحقق بالحكومه الالكترونيه. ونحن كمواطنين سودانيين عندنا مصلحه بان الكلام ده يحصل ويحصل بافضل طريقه ممكن عشان الفكره كامله تكتمل. شنو الكمبون؟ شنو التحديات؟ شنو الفرص؟ شنو النقاط بتاعت القوه؟ نحن حنواصل في السلسله ده كان الجزء الاول منها. شكرا جزيلا لياسر ساتي حبيبنا، يعني خط تعليقاته ولينكاته بتاع في الفيسبوك، وعدد كبير جدا من الزملاء في برضه شايف باشمهندس عمر مرفضل دخل، دكتور سرعة سعد، فكلهم لهم التحيه. وان شاء الله حنواصل بعد العيد، كل سنه وانتم طيبين، في السلسله الجزء الثاني من موضوع الحكومه الالكترونيه والخدمات المتوفره. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لمبادره الباحثين السودانيين، شكرا للناس اللي شاركونا وشاركناهم للحاجه دي، وبنتمنى انه الناس تقدر تمشي لقدام بجد لانها حوجه بتاعت وطن. شكرا. صحيح. شكرا جزيلا. السلام عليكم. الله يسلمك.